خلينا نبتدي وبقية الناس تبقى توصلنا. النهاردة المفروض هنتكلم عن الجزء بتاع الكونتنت، تمام؟ المفروض النهاردة كنا طبيعة الحال زي كل جمعة بننزل على الجروب محتاجين نتكلم في إيه، والناس كانت محتاجة إن إحنا نتكلم النهاردة عن الكونتنت ماركتينج. وأهم حاجة أو الحاجة اللي ما اتكلمناش عليها كتير قبل كده، طبعا اتكلمنا في الكونتنت كذا مرة قبل كده، الجزء بتاع الميستيكس نفسها، يعني نتكلم بشكل عملي أكتر الحاجات اللي المفروض الناس بتقع فيها أو عندها كونسبت عن الماركتينج في حتة الكونتنت بشكل مختلف، أو نصحح كده بعض المفاهيم وناخد حاجات من الماركت نفسه كده ومن السوق، وبعد كده نبتدي نخش بقى نتناقش بقى ونسأل بعض ونكونكت سوا بشكل مباشر، يعني زي ما بنعمل بشكل طبيعي. طيب خلينا كده نبتدي الأول في جزء الكونتنت ماركتينج، ومن الأخطاء الشائعة أو إن الناس بتكون فاهماها عن طبيعة الكونتنت، إنه طبيعة الكونتنت بتفهمه على إنه بوست أو على إنه جزء يعني أساسي أو جاي من السوشيال ميديا أو جاي من طبيعة البوستز اللي بتتكتب. يعني مثلا لو جبت اي حد لسه ستورت المجال او ما يعرفش حاجه عن الكونتنت وجيت قلت له الكونتنت ماركتنج، هيقول لك اه ده حد المفروض ان هو بيكتب عن البوستز على السوشيال ميديا او بيكتب عن براند او بيكتب عن حاجه ما يعرفش اني، او خلينا كده نتكلم عن ان الكونتنت ماركتنج اصلا تخصص كبير وفيه اجزاء كتير جدا جدا بعض الناس ما تعرفش عنها، او اللي بيكون لسه في المجال ولسه مش واخد اكسبيرينس في المجال ما يعرفش ان المجال فيه خطوات مختلفة واجزاء كبيرة. زي ايه مثلا؟ يعني من الخطوات المختلفة او الحاجات المهمة اللي ممكن يعملها بتاع الكونتنت، زي ما احنا هنقول مثلا دلوقتي ممكن يشتغل، او الحاجات اللي بيشتغل عليها جزء الاستراتيجي. جزء الايه؟ الاستراتيجي. طب الاستراتيجي ده هنا بيعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي لو انا حد بتاع كونتنت، تمام، والمفروض ان انا هعمل كونتنت استراتيجي، وناس كتير بقى بتتلخبط بقى ما بين بقى الكونتنت استراتيجي نفسها وما بين الكونتنت بلان. طب الاستراتيجي دي المفروض هعمل فيها ايه، او المفروض الاستراتيجي هشتغل فيها على ايه؟ خليني كده اقول لك ان الكونتنت استراتيجي هي كل الاجزاء اللي بتبنيها على البلاتفورم نفسها علشان تبتدي تشتغل عليها. يعني ايه مثلا؟ يعني انا دلوقتي في حتة الكونتنت استراتيجي المفروض بشتغل على اجزاء مختلفة، اللي هي المفروض انا هكتب كام كونتنت، كام محتوى، تمام. وطبعا ما بديتش البداية بتاعت ايه الفرق ما بين الكونتنت ماركتنج وما بين او الكونتنت والكوبي رايتر وكونتنت يعني ايه والكلام ده، احنا ايه داخلين في ايه في الاخطاء دايركت على طول عشان نسكيب الايه الحته اللي كتير بيتكلم فيها وبيقعد يطلع الفرق ما بين هنا وهنا والقصه دي. لا احنا دخلنا في الدايركت على طول في الحاجات اللي بنتسال عليها دايما واللي فيها لخبطه. طيب انا دلوقتي هكتب كام محتوى؟ يعني مثلا انا دلوقتي هكتب طبيعه المحتوى بتاعي مثلا على مدار الشهر، تمام. طيب على مدار شهر المفروض هكتب كام قطعة محتوى؟ هل انا هكتب مثلا ارتكلز، ولا الارتكلز دي مثلا على الويب سايت فهتاخد مني وقت قد ايه؟ هاخد كام ارتكل على مدار الشهر؟ المفروض مثلا انزل 2 ارتكلز مثلا بير ويك، فانا المفروض عندي كده أربعة في أسبوعين، وفي أسبوعين تاني يبقى أنا المفروض هكتب 8 أرتكل على الويب سايت بتاعي، تمام. دي استراتيجي. طب إيه تاني؟ البلاتفورم نفسها، القنوات اللي هكتب عليها، تمام. وإيه تاني؟ نوع الكتابة نفسها، تمام. أنا دلوقتي المفروض هكتب على قنوات تسويقية معينة، أنا ممكن أكتب كونتنت في أي حتة، ممكن أكتب كونتنت على الحيطة، ممكن أكتب كونتنت في أي مكان، ممكن أكتب كونتنت
كتاب، ممكن اكتب اغنيه، ممكن اكتب سيناريو، ممكن اكتب بوستز على السوشيال ميديا، ممكن اكتب مثلا سكريبت لفويس اوفر، ممكن اكتب حاجات كتير جدا جدا. فايه القنوات بقى اللي انا هكتب عليها؟ والله انا المفروض هكتب على الويب سايت، وهكتب على الانستجرام، وهكتب مثلا على بورد، او هكتب مثلا على اي حاجه انت محتاج تكتبها مش بتدي كول تو اكشن في الاخر على بيع، فانت كده بتكتب ايه؟ كونتنت. والمفروض ان انت هتكتب فين بقى؟ والله انا البراند ده المفروض هكتب هنكتب المحتوى بتاعنا على سوشيال ميديا او على ويب سايت او ايا كان. طيب بيتحدد بقى بناء على ايه؟ بيشتغل على الاجزاء بتاعت بيشتغل على الاجزاء بتاعت الاودينس بقى، موجودين فين وما الى ذلك. طيب نوع بقى الكتابه نفسها، انا دلوقتي ايه النوع اللي انا هكتبه؟ طب انا هكتب على قنوات تسويقية معينة، فالمفروض نوع الكتابة اللي أنا هكتبها إيه؟ زي ما كنا بنقول أنا هكتب فيديوز، أو هكتب سكريبت، أو هكتب سكريبت الفيديو، أو هكتب في كتاب، أو هكتب أرتكلز، أو إيه نوع الكتابة اللي هكتبها طبعا، والقنوات التسويقية اللي هشتغل عليها والكلام ده كله. طيب بعد كده بقى المقاييس أصلا اللي هقيس عليها الكلام ده، يعني انا دلوقتي كتبت كتاب، الكتاب ده بعد ما كتبت وطلعت الكتاب نجح ولا ما نجحش، هقيس ده على اي اساس؟ كتبت بوستز، البوستز دي نجحت ولا لا؟ كتبت اي حاجه بكتبها المفروض بحط مقاييس ليها، فده بيتحط في الكونتنت استراتيجي. يعني انا في الكونتنت استراتيجي المفروض بحط الاوبجيكتيف في الاول طبعا، وبحط في الاخر الكي بي ايز اللي هبني عليها الكلام ده. انا دلوقتي اعرف منين الكونتنت ده نجح ولا ما نجحش، وده بيتحدد بناء على الاوبجكتيف اللي انا كنت حاططها. طب ايه تاني المفروض ان انا بشتغل عليه، او المفروض ان انا باخد بالي منه وانا شغال على الكونتنت، او في مضمون الكونتنت، مضمون الكونتنت استراتيجي؟ تمام، الكونسبت نفسه اللي بيروح للناس هشتغل عليه ازاي. يعني مثلا انا دلوقتي هضيف للناس معلومة ايه في الاخر؟ انا والله بنكتب الشهر ده كونتنت عشان نوصل للناس ان احنا عندنا نيو برودكت، تمام، او هكتب كونتنت علشان ادي للناس معلومه عن المنتجات اللي احنا بنعملها، ادي للناس معلومه عن ان احنا جددنا في المحتوى اللي بنقدمه، ادي معلومه للناس على ان احنا ناس بتطلع منتج سليم مش منتج فيه عيوب. فايا كان بقى في كونسبت معين هتغيره عند الناس، طبيعة تفكير معينة عنك وعن البراند اللي انت بتكتب عنه، او ايا كان نوعية الايه الحاجة اللي انت بتكتب عنها. تمام، طيب دي كده اجزاء اساسية في الكونتنت استراتيجي. فعشان كده لما تيجي تتكلم عن بتاع الكونتنت، تمام، او في جزء الكونتنت، لا انت لازم تعمل استراتيجي، والاستراتيجي بيكون فيها طبعا كمان بالاضافة ده الناس اللي بتكتب لها، او زي ما بنقول عليهم ايه، طبعا احنا مش بنقعد نكلكع على الدنيا، فانا بحاول ابسط الامور. تمام، الناس اللي هتوصل لها رسالتك، تمام، انت هتوصل رسالتك دي لمين؟ الاودينس اللي انت هتشتغل عليهم مين الناس دي؟ تمام، طيب بعد كده في حاجه تاني، او في جزء تاني بنتكلم فيه، انه بنتكلم عليه الماركتنج، او الكونتنت ماركتنج مانجمنت، تمام، اداره المحتوى نفسه. تمام، هل ده من الحاجات اللي بيعملها بتاع الكونتنت؟ اه، بيعمل اداره للمحتوى. يعني ايه اداره المحتوى، او بيدير المحتوى ازاي؟ بيدير المحتوى ان مفيش، تعالى كده، تمام، من الحاجات اللي بتحصل وبتعمل كوارث بعد كده للبراندز نفسها، اداره المحتوى، وان انا اكون فاهم طبيعه المحتوى اللي بيطلع عن البراند ده. يعني مثلا مفيش رساله تطلع عن البراند الا ومدروسه ومتراجعة ومتوزعة بشكل صحيح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي ما ينفعش ان انا اعمل اعلان وبعد ما اعمل الاعلان ابتدي اشوف الاعلان ده المسجز اللي مكتوبة فيه ايه. زي مثلا كان في اعلان في رمضان، من كام رمضان كده، ان حد طلع في الاعلان وكان لابس تي شيرت عليه صورة معينة او عليه حاجة معينة، كانت سبب في بوظان الاعلان كله. فده كونتنت مكتوب، تمام، الكلام اللي بيطلعوا يقولوه، وطبيعه مراجعه الفيديو نفسه بعد الاكسبورت بتاعه، او بعد ما عملت اكسترنال، عملت اخراج للمحتوى نفسه، ما تراجعش.
تمام. فانت هنا ده دي بروسيس او خطوه من خطوات المانجمنت. تمام. طيب ايه تاني؟ ما ينفعش ان انا كبراند او اكتب عن موضوع معين واكتب في تويتر حاجه واكتب حاجه معاكسه ليها في فيسبوك، او اعمل مثلا اعلان والاعلان ده ما اقدرش ان انا اوزعه بشكل كويس على البلاتفورم اللي انا المفروض اوزعه عليها، او ان انا اكتب مثلا محتوى المحتوى ده مش هينفع يتكتب على تويتر عشان عدد الحروف، فاحنا المفروض ان احنا مش هنكتبه على تويتر، احنا ايه هنكتبه مثلا في بلاتفورم ما فيهاش الاودينس بتوعنا. تمام. اداره المحتوى نفسه، انا دلوقتي بمشي بالبروسس، اداره البروسس دي نفسها بتمشي ازاي؟ تمام. طيب عندنا بقى في حاجه تانيه برضو، وطبعا الجزء بتاع المانجمنت والاستراتيجي الاخطاء اللي فيها ان الناس مش بتراعي ان ده المفروض يعمل ده، تمام، ان المفروض هو يعمل ده. طب تعالى كده نشوف برضو حاجه تانيه في الكونتنت. تمام. الناس اصلا او الناس اللي بتبتدي تكتب كونتنت، كونتنت ماركتنج بلان، تمام، كونتنت ماركتنج بلان، الاخطاء اللي بتحصل فيها ان الناس بتكتب الكونتنت او الكابشن نفسه غير مدعوم بالتفاصيل بتاعه الكابشن نفسها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي اول حاجه، وقبل ما نخش في الجزء ده كمان، خليني اقول لك ان الناس بيكون عندها مغالطه كبيره ما بين الماركتنج بلان والديجيتال ماركتنج بلان والكونتنت بلان، وما بين الكونتنت بلان والكونتنت استراتيجي. كونتنت استراتيجي زي ما احنا وضحنا فيها كده من الاول، انت بتكتب ايه البلاتفورمز اللي انت هتنزل بيها والقنوات اللي انت هتشتغل عليها، وكمان هتقيس المحتوى ده نجاحه من فشله بيبقى ماشي ازاي، وهتضيف المعلومه للناس ايه ازاي، او كمان ايه المعلومه اللي انت هتضيفها لهم، او هتشيل من عندهم كونسبت عن براند معين محدد. طيب الكونتنت بلان بقى هنا بتشوف توزيعه الكونتنت نفسه، تمام، والتكست اللي مكتوبه او السكريبت اللي مكتوب ده، وابتدي اطلعه بتناسق. يعني مثلا انا دلوقتي على سبيل المثال المفروض ان انا هعمل اعلان في رمضان، اوكي. طيب الاعلان اللي انا هعمله في رمضان ده المفروض ان هو هيتوزع على مدار الشهر. طب ازاي اوزع الاعلان ده على مدار الشهر كبلان على البلاتفورم مثلا بتاعت التلفزيون؟ خلينا كده نلاحظ كده مع بعض في حاجه، ان اول 10 ايام في رمضان الاعلان بيجي كامل، تمام، في النص التاني من رمضان بتلاقي الاعلانات نزلت النص. يعني ايه نزلت النص؟ يعني بدل ما الاعلان هو اصلا كان بينزل 3 دقائق، لا المفروض الاعلان بقى ينزل دقيقه، تمام، بدأ يقصقص الكونتنت نفسه بتاع الفيديو ويعمل منه فيديو صغير جدا عشان خلاص الناس حفظت وفهمت طبيعه الاعلان. فانا في الاخر لا انا اوصل المسج بتاعتي زي ما انا عادي جدا، لكن في الاخر انا في اطار شغلي، في اطار ان انا بوفر للبراند وفي نفس الوقت بوصل الكونتنت بتاعي، وقادر ان انا ابني الكونتنت بتاعي بشكل كويس. فده بيبقى معمول له بلان ان انا في الفتره دي هشتغل على ان انا اظهر الاعلان بتاعي، وبعد ما بظهر الاعلان بتاعي والناس حفظت الاعلان خلاص وبدات تردده، ببتدي اقلل من التايم بتاع الاعلان وابتدي اعمل الاعلان في كور معين في مسج معين. طب هل انا الاعلان بتاعي هنا هيظهر كبلان بقى على، طبعا احنا حددنا في الاستراتيجي كام بلاتفورم هنزل فيها والقصص دي كلها، طب كبلان بقى انا المفروض انا عندي مثلا هشتغل على اول مثلا، خلينا كده نقول مثلا اول 10 ايام في رمضان الاعلان كامل، تمام، خلاص، تاني 10 ايام، خلينا كده نقول ان ده تاني 10 ايام، تمام، 60% من الإعلان، هنقول 60% من الإعلان، أوكي. طيب أنا بعد ما حطيت 60% آخر 10 أيام، تمام، آخر 10 أيام، هدخل بإيه؟ بثلاث ثواني بس، تمام، خلاص انا كده عملت بلان. يعني انا قدرت ان انا خلاص انا عارف ان انا هوزع ازاي الكونتنت والكلام ده كله. طيب فهنا في فرق او المستيك هنا في الغلط ما بين الاستراتيجي وما بين الكونتنت، اصلا الكونتنت بلان، يعني الكونتنت بلان بشكل كبير. طيب خلينا كده ناخد نوت كده على جنب صغيره، ان او حاجه كده عايز اتكلم فيها اساسيه، ان الناس بتكون لما بتدرس الكونتنت أو الناس اللي بتدرس الكونتنت المفروض الأمور بالنسبة لها تبقى
تبقى مفتوحه، يعني يبقى عارف هو هيدرس ايه. تمام، فخلينا كده نتكلم برضو في الاخر عن ان الناس المفروض تبقى عارفه هي هتدرس ايه بالظبط، مش طبيعه الدراسه تكون مفهومه. يعني في ناس بتروح او تكتب تاخد مثلا كورس او تذاكر مع نفسها او ايا كان، تاخد حاجات محدده وتوقع حاجات اساسيه وحاجات مهمه جدا جدا هي بتنسى اصلا تذاكرها، وبعد كده تخش تشتغل في اي شركه في الكونتنت، او مثلا نساله الكونتنت ديستريبيوتور يقول لك لا انا الكونتنت ديستريبيوتور بالنسبه لي مش عارفه. تمام، انا مثلا تعالى طب يعني ايه طبيعه البراند نفسه ازاي نشتغل عليه، لا بتلاقي فيه مشكله. تمام، بتلاقي ان الناس مش عارفه. تمام، اي ثينك ان كده الكلام، انا بس بحاول اصغر الكلام عشان الناس اللي بتسال على كلام صغير علشان البورد تقضي بس خلاص اوكي يعني، او تبقوا انتم ملمين الدنيا ببعضها بس اوكي يعني كده، اعتقد كده الدنيا بقت واضحه بالنسبه لكم اكتر. طيب خلاص، فانا عملت بلان للكونتنت بتاعي وبدات اظبط الكونتنت بلان بتاعتي. طيب حاجه كمان، احنا بنشتغل على حاجه اسمها الكونتنت اندستري. يعني ايه الكونتنت اندستري؟ يعني انا بكتب كونتنت تمام بما يتناسب. تمام، خلينا كده نقول، تمام خلينا كده نقول ان الكونتنت اندستري هنا انا بتكلم في طبيعه الكونتنت بما تتناسب مع المجال اللي انا بكتب فيه. تمام، ازاي اكتب محتوى تمام يتناسب مع المجال نفسه. تمام، وده هيعرفه كويس جدا جدا الناس اللي اشتغلت في مجالات عكس بعض. يعني انت لو اشتغلت في مجال عكس المجال اللي انت كنت بتشتغل فيه قبل كده، هتفهم ان طبيعه الكونتنت اللي بتتكتب ملهاش علاقه بطبيعه الكونتنت اللي بتكتبه في الاندستري التانيه. يعني لو انت كتبت في عقارات ورحت بعد كده كتبت او راجعت كونتنت بتاع ادويه، هتلاقي الوضع مختلف تماما. كتبت مثلا حاجه في الاكسسوارز وبعد كده رجعت كتبت حاجه تانيه مثلا ليها علاقه بمثلا بالتكنولوجي، هتلاقي الوضع مختلف تماما. فهنا ازاي تكتب كونتنت يتناسب مع طبيعه الاندستري نفسها. يعني لما هاجي اكتب مثلا عن العقارات، انا المفروض اكون مثقف نفسي وفاهم يعني ايه الاندستري دي. ودي من الحاجات اللي الناس بتقعد تكتب ومش بتكون مذاكره الاندستري نفسها، او من الاخطاء المهمه اللي ناس كتير بتيجي تكتب. طب يلا احنا هنكتب كونتنت، اوكي ماشي خلاص، انت هتكتب كونتنت في المجال ده او عن الشركه دي، او انت هتستلم البروجكت ده عشان تبتدي تشتغل عليه، خلاص ماشي انتوا محتاجين ايه وابتدي يشتغل، وهو مش مذاكر الاندستري نفسها. فعدم مذاكرته للاندستري هتخليه يكتب اكسبريشنز غلط، يعني مصطلحات غلط، وهيكتب كلام منقول مش هيقدر ان هو يطلع فكره اساسيه يقدر يكتب عنها. انما لو هو مذاكر المجال بشكل كويس، الوضع هيكون بالنسبه له مختلف، يعني وضع الكونتنت بالنسبه له هيكون مختلف. وكذلك بقى في حاجات كتير جدا في او دي اهم الحاجات اللي الناس بتكون مش واخده بالها منها او مش عارفه التفرق ما بين الكونتنت ستراتيجي وما بين الكونتنت مانجمنت، سوري الكونتنت بلان، وما بين المانجمنت وجزء كمان ايه بتاع الاندستري. تمام، طيب انا دلوقتي لو انا المفروض عايز اكتب كونتنت، تمام انا لو عايز اكتب كونتنت المفروض بشتغل على حاجات وبروسس معينه علشان تبتدي تشتغل تطلع كونتنت في الاخر مظبوط، وتبتدي ان انت يكون بالنسبه لك الكونتنت اللي انت طلعته ده مناسب معاك. طب هتبتدي تعمل ايه وهتبتدي تشتغل على ايه؟ تعال كده ناخد خطوات اساسيه او نقط نبتدي نتكلم عنها. تمام، بس خلينا ايه نكبر كده ايه الكلام عشان الناس تشوف. تمام، طب ايه الحاجات بقى اللي انت هتبتدي تشتغل عليها او الناس بتتلخبط بشكل كبير في الخطوات؟ انا هكتب كونتنت تمام، طب هعمل ايه بقى؟ الخطوات دايما بتكون مختلفه، في ناس بتروح تفتح شيت وبتبتدي تشتغل عليه دايركت، في ناس تانية لا بتعمل استراتيجي وبعد كده تطلع عليها البلان بس بتدخل الاثنين في بعض، في ناس بتعمل الاستراتيجي والبلان والدنيا تمام مظبوط وبعد كده تلاقي نفسها برضو مش مطلعه او ما بتقدرش تقيس الكونتنت بتاعها. طب تعالى كده نشوف الخطوات الصح اللي المفروض تشتغل عليها عشان تطلع كونتنت بشكل مظبوط. اول حاجه لازم تشتغل عليها ان انت كلام ايه ده كبير قوي، خلينا كده بس نعدل الخط ده عشان الخط ده كده كبير جدا. تمام، تعمل
تمام، خلينا كده تمام، تعمل استراتيجية للمحتوى. استراتيجية المحتوى هنا انت المفروض هتشتغل على الأجزاء اللي احنا اتكلمنا فيها، هتشتغل على ان انت تطلع الكونتنت بتاعك وتشوف انا او تطلع الاندستري بتاعتك وتبتدي تذاكرها كويس جدا جدا، وبعد ما تذاكرها تبتدي تشوف كمان النقط اللي انت المفروض ذاكرتها دي، هتبتدي تطلع كام محتوى على مدار الشهر او الكوارتر اللي انت هتشتغل عليه. المفروض البراند ده لسه في البدايه ولا الناس عارفاه بس احنا حاطين اوبجكتيف مختلفه، المفروض الكونسبت بتاع الناس هيمشي ازاي وما الى ذلك. تمام، طيب حاجة كمان بقى، انت المفروض هنا بتشتغل على ان انت تفهم التيم اللي حواليك طبيعة الشغل نفسه، وكل بعض الشركات مش بتكون معتمدة على ان واحد بس بيشتغل على الكونتنت والباقي والباقي خلاص يعني، يعني والباقي ملوش علاقة. لا، في ناس بتكون مشغلة او شركات كمان ممكن على حسب في مننا شافها واشتغل معاهم، وفي ناس لا بيشتغل على ان هو بيكون في تيم للمحتوى مش بس واحد بيكتب الكونتنت وخلاص. تمام، فهنا انت محتاج تعمل هيكله تمام للفريق نفسه، فريق المحتوى. تمام، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مثلا ما ينفعش ان انا احنا بنكتب عن البراند ده معلومه والتيم التاني اللي ماسك جبهه تانيه او ماسك بلاتفورم مختلفه او بيتارجت كونتريز مختلفه او براندز مختلفه. يعني مثلا تعالى كده نفترض ان انا وانت شغالين بتوع كونتنت، بس انا ماسك براند تبع الشركه وانت ماسك براند تاني. لازم يكون في دور المانجمنت هنا يكون مراقب طبيعه الاستراتيجي اللي بتشتغل دي، هي متوافقه مع بقيه الاستراتيجي بتاعت بقيه التيم. ما ينفعش كل واحد يكون انا بكتب في حته وانت بتكتب في حته تانيه، ما ينفعش. لازم الهيكله بتاعت التيم تكون متناسبه مع الاستراتيجيات، والاستراتيجيات كلها تكون منسقه مع بعضها. ما ينفعش انا بكتب مثلا عن مثلا عزا مثلا لحد مهم في الكونتري اللي احنا بنكتب فيها او في على البروجكت اللي احنا شغالين عليه، وعندي براند تاني منتج تاني بيتبعنا برضو بس كاتب حاجه تانيه ملهاش علاقه، وعامل مثلا مسابقه مع بلوجر وفسحه والدنيا هايطه خالص. تمام، فهنا بيحصل طبعا طبيعه الكاستمر نفسه او الكونسيومر اللي بيستعمل المنتج بتاعك بيأثر في طبيعه المحتوى ده، وبيبقى فاهم ان انت لا انت ازاي من هنا كاتبين كده وهنا كاتبين كده. تمام، فده بيحصل بيه تأثيرات انت مش بتكون مدركها بشكل كبير. فالمهم ان انت هنا المرحله دي لازم تكون او مدير المانجمنت القسم نفسه او اللي ماسك المحتوى للشركه بشكل كامل يكون مهيكل ان الاستراتيجيز كلها تكون متناسبه مع بعضها، الشركه كلها بتتكلم مع الكاستمر بتاعها في اتجاه واحد. طيب، ودي مش كل البراندز بتعملها على فكرة خالص، يعني في براندز كتير ما بتعملهاش. تمام، طيب بعد كده المفروض هختار تمام طبيعة المحتوى نفسه تمام، ومين اللي هيكتب ده بشكل مظبوط. طيب هنا في سؤال، هل الشخص اللي بيعمل الكونتنت استراتيجي غير الشخص اللي المفروض ان هو بيعمل كونتنت بلان؟ احيانا بتحصل، وبيكون فعلا في تيم بيبتدي يطلع الكونتنت استراتيجي من الديجيتال بلان بتاعته، وبناء على الاستراتيجيه دي التيم بيكتب الكونتنت او الناس بتاعه الكونتنت اللي بتكتب الكونتنت بتبتدي تطبق الكونتنت ده وتكتبه. واحيانا بيكون الوضع مختلف، هو الشخص اللي بيعمل الكونتنت استراتيجي بيطبق عليها الجزء بتاع البلان وبيبتدي يشتغل على البلان. طب هل ده صح ولا ده صح؟ وهل ده غلط ولا ده غلط؟ او ايه الصح وايه الغلط؟ الصح ان لو انا ككونتنت بكتب كونتنت وبطلع الكابشن نفسها او قطعه المحتوى نفسها لازم أنا اكون فاهم الاستراتيجي بشكل مظبوط لو هي واصله لي. طيب لو الاستراتيجي مش واصله لي وانا ببنيها، المفروض وانا ببنيها اكون مكونكت وعامل تواصل ما بين الكونتنت استراتيجي وما بين الكونتنت بلان، لان ما ينفعش انا مثلا بقول ان انا محتاج اوجه الناس لكونسبت معين او لو او لفكره معينه والاقي ان انا ببابليش حاجه تانية ملهاش علاقه. تمام، اكون مثلا انا الفتره دي احنا هنتكلم عن اللونش برودكت
ومثلا اروح انا في وسط اللونش والكامبين بتاعت اللونش البرودكت اكون طالع بكونتنت تاني مختلف او ملوش علاقه. تمام، فهنا انت بتختار طبيعه المحتوى ومين الشخص اللي هيكتب ده بشكل مظبوط بناء على الاستراتيجي، سواء انت الشخص اللي هيكتب الاستراتيجي ويظبطها هو اللي هيكتب الكونتنت ولا لا. طيب احيانا بيحصل حاجات مختلفه ان الكونتنت استراتيجي تتعمل وبعد ما بنعمل الكونتنت استراتيجي خلاص ركناها على جنب، نروح نكتب بقى الكونتنت بلان، وبعد ما بنكتب الكونتنت بلان ما بنراجعش هل الكونتنت استراتيجي اللي انا ظابطها ليها علاقه بالكونتنت بلان والكابشنز اللي مكتوبه ولا لا. بتلاقي الاستراتيجيه في حته والبلان نفسها في حته، وفي الاخر ما نقيس الكلام اللي اتكتب ده ليه علاقه بالكلاينت ولا ليه علاقه بالاستراتيجي ولا ليه علاقه باي حاجه، وخلاص هو مجرد بروسس وبنمشيها. ده من الحاجات الغلط جدا. انت لازم دايما دايما حتى في طبيعه الشغل في الماركتنج لازم المواضيع او البروسس تكون متصله ببعضها، وغير ان هي متصله تكون بتتراجع ورا بعض. يعني ما ينفعش ان انا اعمل كونتنت استراتيجي وابني عليها بلان واسيب الاستراتيجي ما ارجع لهاش تاني واعمل البلان واكمل واعمل بابليش وانا مش عارف الاستراتيجي دي انا تابع ليها ولا لا. تمام، فوانت بتشتغل على الكونتنت لازم وانت بتمشي في البروسس تراجع، ودي من الحاجات اللي برضو التيمز مش بتعملها. تمام، فبتاع المانجمنت او الكونتنت ماركتنج مانجمنت المانجر بتاع السكشن نفسه لازم يخلي باله من الحته دي. طب لو انا ما عنديش حد بتاع سكشن ولا شركه ولا الكلام ده كله، انا بكتب فريلانسر لبراندز عاديه، او انا عندي البراند بتاعي وانا بكتب له، طبيعي جدا ان انت تعمل كونتنت استراتيجي، ومش لازم تفحت نفسك ان انت تعمل كونتنت استراتيجي بشكل بقى كبير جدا الا على حسب البيزنس بتاعك. يعني انا دايما بحب ان انا او تدي كل بيزنس حقه. لو انت البيزنس بتاعك از ا بيرسونال وانت اللي بتصرف عليه ويا دوبك بتبلش بوستز، فانت محتاج تشتغل بسكيلز ضيقه على حسب البيزنس بتاعك. لو انت مثلا شركه منتشره او برودكت كبير ومنتشر، فانت برضه هتدي للبراند ده حقه على حسب عدد الكاستمر اللي بيتابعه. فلو انت مثلا حد لسه في البدايه، فاه الاستراتيجي هتبنيها ازاي؟ بشكل فريندلي جدا جدا، هتتبع الحاجات اللي احنا بنقولها وتتبعها بالكلمات اللي احنا او بتتبعها بالبلان اللي احنا بنشتغل عليها، وتكمل كتابتك عادي جدا زي ما كانك بتكتب الكلام اللي احنا بنتكلم فيه او التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها. طيب بعد كده الجزء بتاع الكي بي ايز، طب احنا حطينا الكلام ده وحطينا الكي بي ايز والكلام ده، احيانا الكابشن بتكون كويسه جدا والبلاتفورم مختارينها بشكل كويس والاستراتيجي تيجي بشكل كويس، ويجي بقى اللي بيتعب قلبنا الديزاينر يبتدي لازما يفهم طبيعه الكلام بشكل كبير جدا. تمام، انا بتاع الديزاينر ممكن انا اكتب كابشن وراسم في خيالي الوهم، ويجي بتاع الديزاين ويجي الديزاينر يروح عامل ايه بقى، يروح جايب صوره باك جراوند وحاطط عليها صوره المنتج او حاطط عليها صوره او التكست اللي انا المفروض هتتكتب على الصوره واي بتاع، ويلا ده كده الكابشن واحط عليه الصوره ويبقى كده الكونتنت. ده شيء بيبقى فظيع بصراحه، بيدفن الكونتنت. تمام، يعني تلاقي الكونتنت اتدفن كده بعد ما تعب فيه تلاقيه اتدفن. تمام، طب هل هو مش باصص للموضوع بشكل زي ما انت باصص له بالظبط. فالصح ان الراجل ده يكون متابع معاك البروسيس وتفهمه الفكره نفسها، بعد ما يفهم الفكره تحاول تطبقها له او ترسمها له على ورقه بشكل مفصل. طب انا هاجي هنا كبتاع كونتنت، انا دوري ان انا اعمل الكلام ده، ان انا ابتدي بقى افهمه واوضح له وارسم له في ورقه واجيب له حاجه. كمان بيبقى انا اللي مطلوب مني يجي الديزاينر يقول اه انا عايز صور مشابهه وانا اعمل لك زيها، شوف لي صوره وانا اعمل لك زيها، هات لي صور وانا اشتغل. تمام، طب هل هنا بقى بيجي بتاع الكونسيبت يقول هل انا دوري ده ان انا اجيب لك صور وانت تجيب زيها؟ طيب الصح هنا ايه، او البالانس ممكن يمشي ازاي؟ ممكن ان انت تشتغل على صور مشابهه وهو ما يشتغلش على نفس الصور، تجيب له الصوره اللي توضح الفكره، اي طريقه توضح بيها الفكره للديزاين وهو يبتدي يشتغل، مش تدي له الصوره اللي يشتغل عليها. لو انا اديت له الصوره اللي يشتغل عليها يبقى هنا هو مجرد تولز بتنفذ، لكن الصح ان انا بحاول اوصل له الفكره، اوصلها له يا اما مكتوبه على ورقه، يا اما مرسومه بشكل كروكي كده سريع، يا اما بجيب له صوره مشابهه من على شاتر ستوك او من على فري باك او اي ويب سايت
وهو بناء على هذا الاساس يبتدي ينفذ على الصوره دي، ودي الفكره بتاعتي، ويبتدي زود عليها دي او نقص عليها دي. طيب هل المفروض ان انا اقبل باي ديزاين وخلاص؟ انت لو هتقبل باي ديزاين وخلاص في الحاله دي، يبقى انت حاطط كي بي ايز، هترجع تبص عليها الكي بي ايز اللي انت حاططها دي، هل هي صح؟ هل هتشجع على ان انت الكونتنت بتاعك ينتشر ولا لا؟ طيب الكي بي ايز دي اللي احنا عمالين نتكلم عليها من الصبح دي، تبقى عباره عن ايه؟ الاهداف اللي انت حاططها وهتقيس عليها. يعني مثلا انا دلوقتي المفروض هكتب الكابشن ده علشان اوري للناس مثلا ان احنا عندنا البرودكت ده ليه كواليتي معينه، تمام؟ طب هل الكواليتي دي باينه في الصوره؟ هل انا الصوره موضح فيها الكواليتي بشكل كبير؟ طب انا بكتب كونتنت عشان اقول للناس ان في فرع جديد، طيب حلو جدا. هل الناس لما تشوف الصوره دي والكونتنت ده من اول لقطه كده هتبتدي تفهم ان ده فرع جديد، وانا وان احنا نازلين في فرع جديد؟ طب انا دلوقتي نازل بكولكشن جديد مثلا في الملابس، طب هل الكولكشن ده الناس بتفاعل معاني طبيعه ديزاين؟ طيب طبيعه الديزاين بالكابشن ده هتوصل المسج بتاعتي ولا لا؟ وتوصلها بشكل قد ايه؟ وفولو اب مع الكونتنت، الكونتنت شاف كام حد وحصل معاه رياكشن قد ايه؟ والله انا بكتب الكونتنت ده علشان نبتدي بعد كده نشتغل عليه ان هو يجيب لنا كلاينتس، او ان احنا نبيع من خلال الكونتنت ده. طيب الكونتنت لا، يبقى كده هنحول الموضوع لكوبي، وتبتدي تفكر انت محتاج ايه بشكل مبسط جدا من غير ما نخش في تفاصيل. احنا في ناس بتكتب كونتنت وهي مش عارفه الاوبجكت بتاعها ايه، فانت لا، انت حط الكونتنت بتاعك بناء على، او حط الاوبجكت بتاعتك بناء على بطريقه مبسطه كده، انت عايز ايه؟ يعني انت بتفكر في ايه؟ تمام؟ ايه اللي انت محتاجه؟ وتبتدي تشتغل عليه. طيب قبل بقى ما تكتب بقى، او انت بقى خلاص يعني انت جمعت طبيعه المحتوى وفهمت الكابشن اللي هتكتبه هيكون عامل ازاي، وفهمت الديزاين والفكره، والمفروض وانت بتكتب الكابشن تختار الكلمات اللي تمام اللي هتشتغل عليها. طيب هنا الكلمات ليها معايير بشكل كبير جدا. اولا الكلمات دي يكون الناس فعلا محتاجاها وبتدور بيها. يعني بقى الموضوع بسيط جدا جدا، ان انت تختار الكلمات اللي تبتدي تكتب بيها الكونتنت ده. طبعا بتختلف هل انت هتكتب الكونتنت ده از سوشيال ميديا ولا على ويب سايت ولا ايه بالظبط. طيب هنا في جزء مهم جدا جدا، وانت بتختار الكلمات دي لازم تكون الكلمات دي بيحصل عليها معدل سيرش، والكلمات دي يكون فيها اجزاء ليها علاقه بالايموشنال شويه، يكون ليها علاقه بالعاطفه عند الناس. طيب وانت بتختار الكلمات هنا لازم تكون الكلمات ليها علاقه، تمام؟ خلينا كده نقول تمام، الكلمات ليها علاقه تمام بالعاطفه عند العميل، تمام؟ طب هل العاطفه بس؟ حاول تمام، حاول بقى تحط المعايير دي بالنسبه لك، تمام؟ المعايير دي اللي هي ايه بقى؟ اول حاجه حاول تحط الكونتنت بتاعتك في قصه، تمام؟ يعني من الحاجات الناجحه جدا اللي ناس كتير بتغلط فيها وبتغفل عنها، موضوع ان الكونتنت يتكلم كانه قصه، تمام؟ طب هل كل الكونتنت ينفع فيه كده؟ كل الكونتنت ينفع فيه كده، على حسب طريقه الفويس اللي انت بتتكلم بيها طبعا مع الكلاينت بتاعك. والفويس دي طبعا من الحاجات اللي بتتحط في الاستراتيجي، الفويس تون بتاعتك هتبقى ماشيه ازاي؟ ان انت بتكلمه فريندلي عادي جدا، ولا بتكلمه بلغه عربيه، ولا لغه طبيعه الكلام اللي انت بتتكلمها معاه. طيب الستوري ايه تاني غير الستوري؟ الامثله مهمه جدا جدا جدا، تمام؟ انا عندي قصه حصلت مع عميل، حصل كذا كذا كذا، والعميل ده انبسط جدا ومش عارف ايه اللي حصل. طب ما ده كونتنت، تمام؟ كل ما كان الكابشن، التكست، الكلام اللي بتكتبه، او السكريبت بتاع الفيديو، او اللي بتكتبه في كتاب او في الارتكل، ليه جزء او باك جراوند ليه علاقه بعقليه الناس وحاجات مرت بيها، كل ما انت هتلمسهم اكتر كل ما هيتشجعوا انهم ياخدوا معاك اكشن. يعني مثلا لو انت كتبت مثلا كونتنت ليه علاقه ب مثلا الميستيكس اللي بتحصل في الكونتنت، تمام؟ وجينا نقول والله ده انا كتبت كونتنت قبل كده وعندي قصه حقيقيه حصلت، انك كتبت كونتنت قبل كده بيتكلم عن خطوات مثلا ازاي تكتب كونتنت، والخطوات دي حكيتها للناس عن طريق القصه اللي حصلت، ان انا بدات اعمل كذا ورجعت عملت كذا وبعد كده لقيت كذا فعملت تيست فما جابش فغيرت في كذا فالموضوع نجح.
تلاقي الناس بتتشد تقول لك اه والله ده انا كان عايز حصل معايا نفس المثال بس ما نجحش، حصل معايا، وهتلاقي الناس دخلت في حواديت وحوارات معاك. اصلا الكول تو اكشن او التفاعل مع الناس، التفاعل ده عباره عن ايه؟ عن حواديت. تخيل نفسك كده ماشي في الشارع ولقيت حد او في ميكروباص او واقف مع ناس او قابلت ناس في ايفنت او اي حاجه، لقيت الناس دي بتتكلم عن نفس الموضوع اللي يهمك، تمام؟ اه والله هما بيتكلموا عن موضوع مهم بالنسبه لك، والموضوع ده انت مريت بيه وساب فيك اثر او ساب فيك جزء معين، الجزء ده ممكن هيخليك تاخد اكشن. طب لو انت مثلا تخيل كده بنت معديه ولقيت حبه ناس واقفين في الايفنت بيتكلموا عن الكوره، هي اصلا مش انترستد بالموضوع ولا هتتكلم فيه. طيب لقيت مثلا ايفنت وانت ماشي لقيت سبيكر بيتكلم، السبيكر ده بيتكلم بشكل نقط جدا جدا وبيدي محاضره، هي ليه الناس بتحب مثلا الستاند اب كوميدي، او مثلا بتحب ناس اللي بتطلع تعمل برزنتيشن في تيدكس وما الى ذلك ويتكلموا عن محاضرات مثلا او في الجامعه او ايا كان، تلاقي الموضوع بالنسبه لهم مع ان ده ستيج وده ستيج، ده واحد ماسك مايك وده واحد ماسك مايك، بس هنا الفرق في طبيعه الكلام نفسه، ده حد بيحكي قصه ونجاحات معينه وبيتكلم، او حتى لو مش نجاح بيتكلم بيحكي قصه معينه، تمام؟ والتاني لا احنا هنعمل النقطه الاولى كذا والنقطه، فهتلاقي الموضوع ماشي بشكل مش لطيف ومش هيكون حابه وهيمل وممكن ينام منك كمان، تمام؟ فدي من الحاجات المهمه جدا. حاجه كمان ان الناس بتغفل عن طبيعه الفيديو، تمام؟ الفيديو مهم جدا 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 كمان، تمام؟ طيب انا لازم احط في الاستراتيجي بتاعتي والشغل بتاعي الفيديو، تمام؟ فانا لما باجي اشتغل على الكونتنت، تمام، وفهمت الديزاين واخترت الكلمات، في بعمل حسابي ان انا المفروض هطلع فيديو عن الكلام ده، تسوي الفيديو ده حتى لو سلايد بتسكرول كده جوه الفيديو، والسلايد دي عباره عن صور بس المفروض يكون في فيديو يشد الناس، والفيديوز كمان لو فيها تكست مكتوبه يبقى الموضوع زي الفل جدا، تمام؟ فوانت بتشتغل هتعمل الاستراتيجي وتشوف مين الناس الاكسبت اللي هتقدر تساعدك في كتابه ده او التيم اللي هيكتب ده معاك، وبعد كده كمان بتشوف الديزاين هل الكونسبت بتاعه متوافق مع الكلام اللي انت بتكتبه ولا او اللي انت هتكتبه ولا لا، وبتختار الكلمات اللي بتشد الناس وفيها ايموشنال شويه وكمان بيسيرش عنها وعندهم نيد في الموضوع ده، وتحاول تحكي لهم بقصه وامثله، ولو حطيت ده في فيديو هيبقى الموضوع بالنسبه لك يعني حاجه مهمه جدا جدا. حاجه كمان بقى التوثيق، تمام؟ ان الناس مش بتوثق الكونتنت اللي بتكتبه. انا كتبت كونتنت بلان مثلا، انا بقالي في الشركه دي 6 7 شهور وكل شهر بعمل كونتنت بلان لتو بلاتفورم، فانا هنا مثلا حجم الكونتنت اللي انا كتبته لو انا حسبتها وعامل دوكيومنتيشن للموضوع وموثق الموضوع ده هيفرق معايا كتير جدا عن ان انا بكتب كونتنت وطبيعه الكونتنت اللي انا بكتبها بتروح في حته تانيه ملهاش علاقه باللي بيحصل. فهنا التوثيق للمحتوى مهم جدا للشركه وللشخص اللي بيكتب، تمام؟ انت كتبت الكونتنت اعمل له توثيق. حاجه كمان وانت بتشتغل على التوثيق ده حاول تعمل فيرجنز، تمام؟ يعني ايه فيرجن؟ يعني انا كتبت كونتنت والكونتنت ده اللي حسيت كده انه من اول الشهر مش جايب الرياكشنز اللي انا بشتغل عليها، ما اروحش اعمل اديت على نفس الكونتنت اللي انا كنت كاتبه، اسيب الفيرجن الاولانيه واخد كوبي واعمل فيرجن ثانيه عشان في الاخر ابتدي اعمل كومبير ما بين ده. الكونتنت التاني نجح، الكونتنت الاولاني ما نجحش، ابتدي اجيب الاثنين وافرق ما بينهم. انما انا عملت ايديت على الاولاني والموضوع مشي كده معايا باي لوك، ولا انا عرفت ايه اللي نجح ولا اسبابه ايه ولا اي حاجه. فهنا لا، انا محتاج ان انا اعمل توثيق للمحتوى سواء انت عملت له بوبلش او لا. طيب التوثيق كمان بيديك افكار، يعني انت عندك فكره معينه او عندك عندك خطوات معينه انت مشيت عليها، وجيت بعد فتره هتكتب نفس طبيعه الكونتنت تاني لنفس البراند او في نفس الاندستري حتى لبراند تاني، فهنا يبقى انت عندك اه ده انا كنت بكتب الكونتنت ده وحصل كذا، كنت بكتب الكونتنت ده وعدلت عليه فكان كذا، فهتلاقي نفسك موضوع الافكار بالنسبه لك مهم جدا 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 في عمليه التسويق نفسها للمحتوى. طيب بعد كده بتبتدي تعمل ايه؟ بوبلش وتقيس الموضوع على حسب الكي بي ايز اللي انت ايه حطيتها، تمام؟ فدي الـ يعني طبعا البروسيس دي مش ممكن تكون مش كامله،
بشكل كبير، او التفاصيل فيها مش واخده حقها، لكني بحاول اجيب طبيعه الكونتنت او طبيعه المشاكل اللي بتحصل على حسب البروسيس او الخطوات اللي فيها مشاكل، وبقول لك والله الخطوات ايه. طب تعالى كده نشوف طبيعه الاستراتيجي، تمام؟ لما ايه الاخطاء اللي بنقع فيها واحنا بنكتب الاستراتيجي نفسها؟ يعني انا دلوقتي عايز اكتب الاستراتيجي، ايه الحاجات اللي انا هكتبها في الاستراتيجي او الخطوات اللي انا المفروض هعملها في الاستراتيجي اللي انا بشتغل عليها؟ يعني انا هعمل استراتيجي المفروض احط فيها ايه غير الحاجات اللي احنا المفروض بنتكلم فيها؟ طيب خلينا كده اقول لك ان انت وانت بتعمل استراتيجي لازم اول حاجه تشوف طبيعه الاودينس اللي انت بتشتغل عليها، تمام؟ وانت بتعمل استراتيجيه للمحتوى، تمام، لازم تشوف طبيعه ايه، طبيعه ايه، اول حاجه تشوف طبيعه الاودينس الباير بيرسونا بتاعتك. طبعا مش عايز ادخلك بقى باير بيرسونا ونخش في حاجات يعني براكتيكال اكتر، خليني كده اقول لك البروسس واقول لك الاخطاء اللي بتحصل في كل خطوه، وبناء عليها على كده تبتدي ان انت ايه تراجع نفسك وتشوف الخطوات وتعمل سيرش وتكمل وراي، تمام. اول حاجه بتشوف العملاء بتوعك، تمام. انا المفروض بكلم مين هنا؟ انا دلوقتي ببيع للعيال الصغيره ولا الامهات ولا للابهات؟ ومين اللي بياخد الديسيشن هنا؟ احنا بنبيع شقه، فمين هياخد القرار ومين المؤثر في القرار؟ لا والله ده الزوج هو اللي بياخد القرار، بس الزوجه مؤثره 100% في موضوع القرار. لا والله ده انا اللي بيأثر في القرار في الحته دي الناس اللي بتشتري وهي بره مصر، اخواتهم اللي هنا او الناس اللي بتشتروا هنا، دول اللي بياخدوا القرار واللي بره مؤثرين جدا في القرار. انا مثلا ببيع اكسسوارز، الاكسسوارز دي البنت صاحبتها هي اللي بتاثر عليها في القرار، لكن انا ببيع لطلبه، طلبه الجامعات، بنات مثلا طلبه جامعات. والله لا ده انا مين هي الاودينس؟ انت بتبيع لمين؟ تمام. ودي بتبقى فيها يعني مشكله كبيره، خصوصا كمان للناس اللي بتشتغل بي تو بي. انا بشتغل بي تو بي، فمين الاودينس بتوعي بالظبط؟ هل الاودينس العميل اللي انا ببيع له، او الشركه اللي انا ببيع لها، والمصنع اللي انا ببيعه، او المحل اللي انا ببيع له، ولا العميل اللي بيشتري من المحل اللي انا ببيع له؟ لو جينا نفكر في الموضوع هتلاقي ان الاثنين هم العملاء بتوعك. هم العملاء بتوعك ليه؟ لان احيانا انت بتخش مثلا في ستور او في مكان وتقول له والله انا عايز الماركه دي، تمام. فهنا الكلاينت حافظك وعارفك، فلما هيلاقيك موجود على الانترنت او بتتكلم معاه هيروح يطلبك بالاسم. فهنا في البي تو بي ما تعتمدش بس ان انت بتبيع للستور او بتبيع او بتبيع للشخص بس اللي انت بتبيع له كستور او كمحل، لا انت كمان بتبيع للاودينس التانيين، تمام. طيب ايه اللي هيأثر في الاثنين؟ لو انا مثلا ببيع، مثلا لو انا مثلا شركة بيبسي، فايه اللي هيأثر معايا؟ ان الكلاينت نفسه ياخد نص لتر زيادة، فهنا بيتشد ليا وبيروح ايه يشتريني. هنا هو بيحبني اكتر علشان انا السكر عندي في البيبسي ازيد. لا وتبتدي بقى الايه تشوف هنا مين بيرجحك ليه، من ايه، من الكونسيومر نفسه المستخدم الاخير. طيب الراجل بقى اللي بيشتري مني اللي هو بتاع المحل او الديستريبيوتر اللي بيوزع لي، يهمه البونص هنا، انا مين اللي هيكسبني اكتر واخد منه فرق فلوس اكتر؟ لو انا ببيع مثلا الكنز ب 6 جنيه، فانا اصلا بجيبها ب 5 جنيه من بيبسي، فبكسب فيها جنيه. طب لو انا ببيع كوكولا ب 6 جنيه، لا انا بجيبها من شركه ب 5 ونص، لا فانا من مصلحتي ان انا اخد ابيع بيبسي لان مكسبي فيها اعلى. طب هنا انا بوجه مسج معينه للديستريبيوتر نفسه واقول له والله انت لو خدت كميه معينه زياده مثلا عن كونتينر كامل انت ليك ثلاجه. فهنا ده كونتنت انا بديهوله علشان يبتدي يبقى اكتف جدا معايا ويتفاعل معايا ويكلمني ويقول لي انا عايز بضاعه والقصص دي كلها. فده كونتنت بيتباع او كونتنت بيتعمل، تمام. الكونتنت ده مش شرط بس ان انت بتكتب بوست از سوشيال ميديا، انت بتكتب او بتوجه كل المسجز. خلينا نبقى فاهمين ان الكونتنت كل المسجز اللي انت محتاج او الرسائل اللي انت محتاج توصلها للناس عن البراند بتاعك. طيب انا دلوقتي شفت مين الباير بيرسونا او عرفت الباير بيرسونا ايه بالظبط، ببتدي اجمع. ودي بقى حاجه يعني برضو نادرا لما بلاقي ناس او بشوف ناس معايا تشتغل في الكونتنت بلاقيهم ما بيخدوش بالهم منهم، اجمع الكلمات اللي في المجال نفسه، تمام. كل مجال
ليه اكسبريشنز محدده، كل مجال ليه الخطوات او المصطلحات اللي هي تبعه. يعني مثلا لو رحت مثلا مجال الشحن هتلاقي ليهم اكسبريشنز مختلفه، ليهم مثلا المناديب، ليهم الكونتينر، ليهم مثلا يعني ليهم اكسبريشنز مختلفه. رحت مثلا مجال الالكترونيك ومجال اللابتوب والماوسز والكلام ده ليهم اكسبريشنز مختلفه. رحت مجال الملابس ليهم مصطلحات مختلفه. طب المصطلحات دي بتبين مين اللي موجود في المجال ومين اللي مش موجود، مين اللي فعلا في الموضوع ودارج وفاهم السوق ومين مش فاهم. وكمان ركز مع المصطلحات اللي بيستخدمها الناس نفسهم اللي موجودين في اللي بيشتروا. يعني مثلا لو انت بتبيع كوزماتكس ومش فاهم يعني ايه باديكير ومانيكير والاكسبريشنز بتاعت الحتت دي اللي بتتقال، انت مش هتعرف تكتب محتوى، مش هتعرف تكتب لهم. هي خلاص هتفهم ان انت حد كاتب محتوى انت مش فاهم انت بتقول ايه. تمام، لو ما فهمتش ايه الفرق مثلا ما بين الـ مثلا السي سي مثلا بتاع العربيه دي والسي سي، ويعني ايه كلمه سي سي اصلا، لو انت مثلا جيت بتكتب في مجال العربيات يعني ايه سي سي اصلا، انت مش هتعرف تكتب كونت. لو جيت مثلا ما في الريال استيت ما فهمتش يعني ايه مثلا بايمنت بلان، انت يعني مش هتعرف تكتب. فالاكسبريشنز نفسها اللي احنا بنقول عليها مصطلحات لازم تكون لامن بيها، وعشان تلم بيها لازم ترجع لده لصاحب البيزنس نفسه والماركت نفسه، هم اللي هيدوك كل المصطلحات اللي ممكن انت تاخد بيها خبرة وتبتدي تشوف تكتب عنها ازاي، وازاي تدمج المصطلحات دي اللي الناس بتسيرش بيها جوه الكونتنت نفسه او جوه الحاجات اللي انت بتكتبها. ده لازم تجمع الكيوردز بتاعت المجال نفسه بغض النظر عن الكيوردز دي، تبتدي تقسمها انهي اكتر ريسيرش بالنسبة للناس وانهي اكتر او اقل سيرش بالنسبه للناس. تمام، طيب حدد بعد كده بقى، حدد تمام نوع المحتوى. تمام، نوع المحتوى اللي بيفضله العميل، بلاش بقى ايه يعني خلينا سبيسيفيك جدا، نوع المحتوى اللي بيفضله العميل نفسه. العميل اللي هو بيفضل الكونتنت نفسه، وفي ناس او في مثلا العميل بتاعي دايما مستعجل مش هيقعد يشوف الفيديو، لا انا العميل بتاعي ممكن يقعد يشوف مسلسلات عادي جدا. الكلاينت بتاعك بيفضل اني كونتنت، ده بنعرفه ازاي؟ بيجي مع التيست نفسه وفهمك للاودينس. كل ما تفهم الاودينس اكتر كل ما انت هتقدر تحدد له الكونتنت اللي مناسب معاه بشكل كبير. فوانت بتحدد كده الكونتنت او بتحدد التايبس اوف كونتنت بتاعتك، نوع المحتوى اللي انت بتكتبه، شوف الكلاينت بيفضل ايه. كمان من الاخطاء بقى اللي بتحصل ان انت خلاص انا الناس بتاعتي بتحب الفيديو يلا بينا نعمل فيديو. طيب الفيديو اللي انت هنزله على بلاتفورمز معينه دي، هل البلاتفورم دي بتفضل الفيديو اصلا ولا لا؟ والله انا هكتب تكست، طيب التكست دي هكتبها على تويتر، طب تويتر اصلا من البلاتفورم اللي بتشجع على التكست اصلا في الكونتنت ولا لا؟ وهل هي الالجوريزم بتاعتها او البلوجريزم يعني بتشجع على ده ولا لا؟ فانت لما تحدد نوع المحتوى اللي بيفضله العميل نفسه، حاول يكون ماتشنج. تمام، حاول يتماشى تمام مع القنوات التسويقية اللي بتنشر عليها. يعني ما ينفعش ان انت تروح تكتب كونتنت عشان الناس بتحب اللايف، واروح بعد كده اعمل لايف على حاجه اصلا الاودينس مش موجودين عليها عشان. فانت لازم تماتش ده مع ده. تمام، يعني خلاص، فانت لازم تحدد طبيعه المحتوى اللي الجمهور بتاعك بيشتغل عليه. حاول كمان بعد كده بقى تختار تمام الوقت اللي بينجح فيه الكونتنت بتاعك. تمام، وطبيعه الكونتنت نفسها بتنجح امتى. تمام، الوقت اللي تمام دي اهم، اللي بينجح فيه المحتوى. تمام، انا دلوقتي المفروض بكتب طبيعه كونتنت معين، بشوف الناس دي بتصحى بدري عشان تروح شغلها، ولا الناس دي بتصحى بدري عشان تروح جامعتها، ولا الناس دي بتنام متاخر. طب الناس دي بتفتح التلفزيون بعد الصلاه ولا بتفتحه بعد الفطار؟ الكلاينت نفسه. تمام، ايه الوقت بقى اللي انا ادخل له فيه؟ انا هدخل للناس دي امتى وابتدي اتكلم معاها امتى؟ تمام، وابتدي اشتغل على الامور دي بشكل يعني بشكل اساسي وابقى جزء من حياتهم امتى. حاجه كمان بقى، ويا ريت بقى لو حاولت تثبت الميعاد ده هيبقى حاجه كويسه جدا جدا. حاجه كمان، توزيع المحتوى نفسه
ضروري ومفيد لوقتك. تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي انا المفروض كتبت بوست، اوكي؟ طب البوست اللي انا كتبتها دي هل انا نزلتها كتكست وخلاص وقضي الامر على كده؟ لا، انت ممكن تاخد التكست دي تبتدي تطلع تتكلم لايف من نفس التكست. طبعا مش بالضروره ان انت تمسك التكست اللي انت كتبته او الكابشن اللي انت كتبتها وتقعد تقراها، مش دي الكونسبت. يعني مثلا تعال كده نتخيل احنا بنتكلم دلوقتي وانت بتعمل يعني، او الكونتنت التكست مثلا اللي انا معلم عليه ده، وانت بتعمل استراتيجي تشوف العملاء بتوعك، يجمع الكلمات في المجال دي تكست. طيب الكونسبت بقى بتاع الكونتنت ده ممكن بعد كده نحوله لفيديو. يعني ايه نحوله لفيديو؟ نبتدي ناخد الكونتنت ده ونطلع بيه لايف ونتكلم في نفس الاطار ده. فاحنا هنا نشرنا الكونتنت مرتين، ثلاثة، أربعة، تمام؟ خدنا الفيديو عملنا منه مثلا سكرين وعملنا منه مثلا صور ورفعناها ستوري، خدنا. فأنت نوع المحتوى نفسه أو الكابشن أو الفيديو أو أيا كان المحتوى نفسه، حاول توزع المحتوى بتاعك بشكل كويس. يعني وأنت بتوزع المحتوى حاول تطلع من الكونتنت نفسه الأجزاء اللي ممكن تشتغل عليها وتكرر المحتوى بشكل مختلف. وأنت شغال، لا أنا والله المفروض هكتب المحتوى مثلا كتكست، بعد كده الشهر الجاي هاخد الكونتنت ده أشتغل عليه، وابتدي اشتغل على هذا الأساس. تمام؟ فما ما تاخدش كده الكونتنت بتاعك وتبتدي تشتغل عليه وتعمل التكست بتاعتك، وبعد ما تعمل التكست خلاص كده انت بالنسبة لك الكونتنت عدى وخلاص. لا، حاول تجنريت الكونتنت ده في اكتر من حاجه، في اكتر من طريقه، في اكتر من مره وما الى ذلك. تمام؟ فوانت بتشتغل على النقط دي حاول بشكل كبير ان انت تخلي بالك ان الكونتنت ده يكون مفيد للناس، وتبتدي تطلع من الكونتنت كونتنت، تطلع من الكونتنت كونتنت. فور اكزامبل مثلا احنا دلوقتي في لايف، اوكي، او في ريكورد او ميتنج كل اسبوع، بناخد الكونتنت ده نبتدي نطلعه على يوتيوب، ناخد الكونتنت ده نقطعه ونبتدي ننشره في حته تانيه وما الى ذلك. هي نفس الفكره بالظبط. تمام؟ طيب تعالى كده نشوف بقى الحته بتاعت البلان نفسها. تمام؟ حته البلان بتاعت الكونتنت نفسه، وانت بتكتب الكونتنت كده لازم تحدد الهدف. تمام؟ طبعا احنا هنا ليه هنقول الهدف من المحتوى؟ طب ما احنا كاتبين، احنا مش سائلين يا محمود ان الهدف اصلا بنحط في الاستراتيجي عشان نربط الاثنين ببعض، عشان ما بقاش انا عملت زي بالظبط كده اللي بيعمل بلان للشركه ويروح ينفذ حاجه تانية وعلى حسب ما اليوم يجيبه، احنا النهارده هنعمل ايه، نعمل كذا، والبلان في الدرج مع نفسها نايمه. فما ينفعش، انت دلوقتي عندك اوبجكتيف معينه خدتها من الاستراتيجي وحددت الاوبجكتيف بقى، دي المفروض طبعا تكون مربوطه بوقت ومقاييس. تمام؟ انت انا ان شاء الله، ان شاء الله هدفي ان انا ابيع. طب صباح الخير، يعني انت المفروض تبيع قد ايه، لحد امتى، بكام، القصص دي كلها. فانت لازم تكون انت حاطط الكونتنت بتاعك. ممكن على فكره الكونتنت بتاعك يكون الاوبجكتيف بتاعك ان انت تعلي الانجيجمنت، تعلي الريتش وما الى ذلك. تمام؟ وحاول تفيد الناس، يعني حاول كده تفيد الناس. تمام؟ اعمل الكونتنت بحب. يعني انا دلوقتي هفيد الناس ازاي؟ تمام؟ الناس هتستفيد ازاي؟ الناس محتاجه ايه؟ بناء على هذا كل ما هتفيد الناس، كل ما انت او كل ما فكرت في ان انت تفيد الناس، الوضع بالنسبه لك هيختلف تماما، وانت بتشتغل هيختلف. تمام؟ وحاول. تمام؟ او انت بقى شغال، يعني وانت شغال بتعمل الكلام ده، تحدد الهدف بتاعك، والهدف ده يكون مربوط بوقت وليه مقاييس معينه، والكونتنت ده يكون بيفيد الناس. حدد، تمام، الاولويات في التوزيع للمحتوى. يعني انا المفروض ان انا هعمل اويرنس، وهبني الاويرنس دي هاخد الناس يحصل منها كونسنتريشن او تتفاعل انجيجمنت مع خد الناس بقى في رحله. فانا دلوقتي ما ينفعش ان انا اروح اكلم الناس ان المنتج ده كذا كذا وتقدروا تشتروه من كذا، وبعد كده اجي اخر الشهر اقول لهم تعرفوا ان المنتج ده بيعمل كذا كذا. حبيبي، انت رايح تعرف الناس بالمنتج بعد ما قلت لهم تعالوا اشتروه؟ انت المفروض بتعرف الناس بالبرودكت، او بتعرف الناس بالكونسبت، او بتكتب مثلا مقالات عن مثلا بروسس معينه وتربط ده ورا بعضه. فحدد الاولويات بتاعتك. والله لا، انا هكتب مثلا في ارتكل عن ازاي تشتري مثلا في ايسلندا. طيب حلو جدا، هتشتري في ايسلندا ازاي؟
وبعد كده في الاخر اقول للناس الاسعار، ماجيش اقول للناس الاسعار وبعد كده اقول للناس على يعني على حسب الكيس بتاعتك بتقول ايه. انا ممكن اقول للناس الاسعار وبعد كده اقول لها تشتري ازاي لما الناس تسال على طبيعه الشراء ازاي تشتري، تمام؟ فانت حدد الاولويات بتاعتك، انا هكلم الناس عن ايه وبعد كده اكلمهم عن ايه على حسب الاوبجكتيف بتاعتك نفسها والاولويات بتاعت الاولويات بتاعت الكونتنت اللي انت بتكتبه، تمام؟ طيب خلاص، بعد كده المفروض بتشتغل على الاودينس. طبعا طبعا انت دلوقتي خلاص خدت الاودينس بتوعك وعرفتهم من عرفتهم من الاستراتيجي بتاعتك، حدد تمام الناس دي هتتفاعل معاك ازاي، تمام؟ يعني انا دلوقتي كتبت للناس ارتكل معين، طب ما انا وانا في الكونتنت بحط كول تو اكشن. في ناس بتقول ان لا، ان الكوبي رايتنج هو اللي بيحط كول تو اكشن، لو في الكونتنت ما ينفعش احط كول تو اكشن. انت مش بتحط كول تو اكشن، انت بتحط بنقول عليها كده كونتنت كلوزنج. انت بتقفل الكونتنت، ما ينفعش ان انا اقول له الخطوه الخامسه كذا وخلاص على كده. انت لا، لازم بتقفل الكونتنت بتاعك. الكونتنت طبيعته ان الناس بتحط هيدلاين وبعد كده بنحط البودي وبعد كده بنعمل الكلوزنج. فانت في مرحله الكلوزنج دي لازم تحدد للناس هتتفاعل معاك ازاي، تمام؟ فانت لما بتيجي تبني الكونتنت هتبنيه بنفس الاساس. انا خدت الاوبجكتيف وعرفت ان الاستراتيجي بتاعتي بتقول كذا وحددت الناس دي هكلمها باني فويس تو وفهمت الليله دي هتمشي ازاي ورتبت الكونتنت بتاعي، انا هتكلم عن الجزء ده والجزء ده والمين بوينت بتاعت التكست اللي هكتبها. خلاص الناس دي بقى هتتفاعل معايا ازاي، انا هكلوز معاهم ازاي، وتبتدي تقسم ده مع الكونتنت بتاعك عشان انت تبقى انت بتقفل الكونتنت بتاعك بشكل مظبوط. ما ينفعش ان انت تشتغل على حاجه كمان بقى بعد ما انا كتبت الكونتنت وحطيت الكابشن والهيدلاين وبناء على الاوبجكتيف بتاعتي والقصص الجميله دي كلها. طيب انا هنا بقى راجع بقى من الحاجات اللي الناس ما بتعملهاش خالص، تمام؟ راجع الميزه والمختلفه. ايه المختلفه دي؟ ايوه كده، الميزه المختلفه تمام في المحتوى بتاعك. انا دلوقتي ايه اللي يفرق بقى ان انا كاتبه عن اللي حماده كاتبه عن اللي محمد، ايه اللي يفرق بقى؟ ايه الميزه اللي انت ضفتها لي بقى، تمام؟ انت ممكن تعمل سيرش عن موضوع وتلاقي الناس مدياك الموضوع بشكل سلس ومدياك الموضوع بشكل بوينت. يعني مثلا انا ممكن ادخل اقرا ارتكل معينه، الارتكل دي بتتكلم عن ان انا المفروض ازاي مثلا اشتري لابتوب، تمام؟ طيب انا وانا بدخل اقرا الكونتنت ده في الويب سايت بلاقي فيه بعض المواقع حاطه في الاول ازاي تشتري لابتوب في نص الكويتشنز الاولانيه وفوقيها افضل انواع اللابتوب والكلام ده كله. طب انا مش عايز اعرف افضل انواع اللابتوب ولا الكلام ده كله، انا عايز اعرف حته معينه، فبيكون حاطط هايبر لينك وينزل خلاص وصلت للي انا عايزه. مش لازم بقى اجريه ورايا جوه الويب سايت كله، ممكن تجري جوه الويب سايت ما تستفادش حاجه تروح طالع، تمام؟ فلا، ممكن انا الكونتنت بتاعي بعمل له كلوز بسجست لي كونتنت تاني. يعني مثلا وانا انت ازاي تشتري لابتوب، باجي في الاخر اقول له ولو انت عايز مثلا تشتري لابتوب او تعرف اكتر عن الاسعار مثلا مقارنه بفتره معينه اي حاجه اوديه على ارتكل تاني، تمام؟ فالكلوزنج هنا مهم، وتفكر الميزه اللي انت هتضيفها له، يعني انت دلوقتي هتدي له ايه بالظبط، تمام؟ حاجه كمان بقى، طبيعه الكونتنت نفسها، ان الناس او اللي بيكتب كونتنت احيانا الناس بتكتب كونتنت تبقى مفكره ان اللي بيقرا الكونتنت ما بيفكرش، تمام؟ في حين ان كل اللي بيقرا كونتنت بيكون في حاله اصلا من التركيز عاليه وبيستقبل معلومات منك، فحاول تكون صادق معاه. يعني ما ينفعش انا يعني انا لسه شايف كونتنت من نص ساعه حاليا على برودكت مكتوب عنه تفاصيل وفي الاخر خالص ان في وداني على اعلان تاني في الويب سايت بعيد، تمام؟ دخلت على الويب سايت لقيت مثلا ان هو كاتب عن كل المميزات وان في حاله مثلا 70% خصم، تمام؟ وجنب ال 70% خصم، تمام، طبعا ده يميل اكتر لحته الكوبي بس عايز اوصل مسج معينه في الاخر خالص، حاطط ان السعر رقم كذا بدل كذا، فلما تحسبها لا ده 50%. فانت ما تستعبطش، سوري يعني في اللفظ، ما تستعبطش اللي بيقرا. فانت حاول تراجع الكونتنت بتاعك، الميزه اللي انت بتقدمها هل هي فعلا حقيقيه ولا لا، وهل الميزه دي انت فعلا بتقدمها ولا لا. طيب هتراجع بعد كده، تراجع
لغويا واملائيا. تمام، انت طبعا بقى لازم تراجع الكلام ده لغويا واملائيا، هل الكلام ده متناسق مع بعضه وماشي مع بعضه؟ يعني ما ينفعش ان انا اكتب جمله الجمله مش فاهم فيها اي حاجه. انت عايز توصل معنى معين والتكست نفسه او الجمله نفسها لغويا مش راكبه مع بعضها، واملائيا بقى اخطاء ومش عارف ايه والكلام ده. ده كله طبعا ممكن تراجعه من الوورد او من تولز مختلفه، بس من الحاجات المهمه وانت شغال على البلان نفسها، عشان البلان بتاعت الكونتنت مش جاست ان انت بتكتب تكست وتحطه في تواريخ معينه وسلام عليكم انا كده خلصت. لا، انت المفروض بتحدد الاولويات، بتربط ده بالاستراتيجي، بتحدد التفاعل مع الناس، الناس هتتفاعل معاك باني كونسبت بالظبط، وطبيعه الميزه اللي انت بتضيفها في كل كونتنت او في كل كابشن انت بتكتبه، وتراجع الكلام ده لغويا، وتراجعه كمان املائيا، وكمان الكلام ده لو انت هتصرف عليه بودجت معينه. تمام، حاجه بقى من الناس برضه ما بتاخدش بالها منها، ان انت اصرف على المحتوى. تمام، يعني في ناس بتكتب كونتنت، الكونتنت ده انا عارف ان انا هطلع ان الكونتنت ده حاجه اورجانيك بس، يعني والاعلانات هي بس الكوبي، يعني احنا بنحصر الكونتنت ان اورجانيك، وبنحصر الكوبي او الكلام اللي احنا بنكتبه كاعلان على ان ده جزء بيتصرف عليه اعلانات. لا، هو فعليا في كونتنت بيتصرف عليه فلوس، انا هعمل هدفع فلوس على الكونتنت عشان يوصل. فور اكزامبل، مثلا انا هكتب كونتنت على ويب سايت، بس الكونتنت اللي على الويب سايت ده هشتغل هصرف على الويب سايت اس اي او، فانت هنا بتطلع الكونتنت بتاعك. ممكن اصرف على الفيديو وتقطيع الفيديو والكلام ده، ممكن اصرف على كاميرا، ممكن اصرف على الجزء بتاع اللايتنج، ممكن يعني لا. فانت المفروض هتصرف طبعا على حسب انت طبيعه الكونتنت، سواء انت بتكتب على برودكت او بتكتب كتاب، فانت محتاج تصرف على طباعته، محتاج مثلا انت بتصرف مثلا هتكتب على مثلا الاغنيه، فانت محتاج لما تتغنى تشهرها بشكل كبير. لو في ناس بتكتب اغاني وحد تاني يغنيها وبس، هم بيصرفوا على الكونتنت وخلاص، مش لازم يكون حد مغني معروف. يعني في ناس تانية مثلا بتكتب الارتكل بغض النظر عن طبيعه الارتكل، لا انا هحط على ويب سايت. فانت اصرف على الكونتنت، فشوف هل الكونتنت ده هتصرف عليه ولا لا. وطبعا طبعا طبيعه الكونتنت ايا كان، اللي هتشتغل على طبيعه الكونتنت ايا كان هو ايه، لازم تشتغل لازم اس اي او. تمام، فانت ليه اس اي او؟ لان الناس دلوقتي احنا حياتنا عايشه على السيرش. تمام، انت دلوقتي هتكتب كونتنت لازم تشتغل عليه اس اي او، حتى لو انت هتشتغل عليه على بلاتفورم معينه طبعا، والهاشتاجات والكلام ده كله. تمام، بعد ما بتحدد بقى الكلام ده كله، هنا بتشوف هل البلاتفورم اللي انت هتشتغل عليها دي متوافقه ومتناسبه مع المسج بتاعتك ولا لا، وبتبتدي تعمل ايه، نشر للمحتوى نفسه. تمام، نشر لازم بقى تتوزع المحتوى بتاعك وتنشر ايه الكونتنت بتاعك، وتحدد طبعا التايمنج بتاع الكونتنت بتاعك، وده هينزل امتى وده هينزل امتى والكلام ده كله. وطبعا بتبتدي تشوف الكلام ده بيوصل ازاي. حاجه كمان مهمه، بما اننا اتكلمنا عن حته الصرف، يعني عايز اقول لك ان في حوالي 66% من الكونتنت الاورجانيك بيوصل للناس اكتر، وحوالي 34% او 30% هو اللي بيظهر بيد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت راجعت المحتوى كده، يعني كل واحد كده فينا كده يراجع المحتوى اللي هو بيقدمه، سوري اللي هو بيقراه، هتلاقي نفسك ان كتير جدا من المحتوى اللي انت بتقراه هو الاورجانيك، والمحتوى المدفوع بيكون قليل جدا. يعني انت لو بتسكرول على الفيسبوك، فانت تشوف هتقرا كام حاجه اورجانيك، وهتشوف كام حاجه مدفوعه. لو انت بتدور على حاجه على الانترنت، شوف صفحه جوجل، هتلاقي فيها 10 نتائج، ال 10 نتائج فيهم ماكسيمم خمسه واحيانا سته، تمام، واربعه مثلا اورجانيك. تمام، ده للناس اللي هي بيرشز كتير، بتشتري كتير. ناس كتير بقى جدا بيظهر لها اول فقره 3 اعلانات وبقيه الصفحه كلها اورجانيك. تمام، فانت عندك 3 من 10. فلا، الاورجانيك بياخد كتير، الاورجانيك بالنسبه لك بياخد كتير. تمام، انت وانت بتشتغل في الاورجانيك ما تستهونش بان انت بتشتغل في الاورجانيك. عندنا بقى جزء تاني بيتكلم في توزيع الكونتنت نفسه، عشان لما بسأل السؤال ده في انترفيو مثلا، وبقيت اتعمد اساله مش عارف ليه، بس ده علشان ما بلاقيش ليه اجابه. يعني بلاقي ناس ما كتير مش عارف اجابته. لما بنيجي نعين حد كونتنت
في اي شركه او حاجه، نساله يعني ايه توزيع المحتوى اصلا. تمام، توزيع المحتوى. وعلى فكره برضو لقيت الكلام ده مش مذكور في اكتر من كورس على اماكن كتيره. لما بشوف كده وبريفيو بشوف الكورسز اللي موجوده ايه في الماركت نفسه، بلاقي ان لا، في ناس مش ذاكره يعني ايه توزيع المحتوى اصلا، اللي هم الا في ناس شاطره في المجال بتبقى كاتبه على الموضوع ده وعارفه توزيع المحتوى. دلوقتي احنا عندنا انواع مختلفه من البلاتفورمز. تمام، في حاجات، في قنوات مملوكه. تمام، يعني ايه مملوكه؟ يعني زي الويب سايت ده حاجه، موقع ملكك انت. تمام، وحاجات تانية مكتسبه. تمام، مكتسبه ده زي ايه بالظبط؟ زي الفيسبوك. تمام، انت ممكن تصحى الصبح تلاقي صفحه الفيسبوك مش بتاعك، فانت بس انت واخدها بتكتب فيها. تمام، وحاجات تانية مدفوعه. تمام، بلاتفورم مدفوعه زي ايه بالظبط كده؟ هنقول مثلا محرك البحث او صفحه جوجل. تمام، انت دلوقتي الكونتنت اللي انت بتشتغل عليه بتوزعه فين بالظبط؟ تمام، انت دلوقتي بتوزع الكونتنت بتاعك في اماكن مملوكه ليك، ولا انت مكتسبها انت زي البلاتفورم بتاعت السوشيال ميديا، ولا بتشتغل على ان الكونتنت بتاعك يظهر في اماكن مدفوعه زي انت بتكتب ارتكل وبيظهر على، بتعمل عليه بيد او بتصرف عليه بشكل كبير، فالمحتوى بيتوزع معاك. فانت هنا الاستراتيجي بتاعت التوزيع بتاعتك ماشيه ازاي؟ هل انت ايه النسب اللي انت موزعها؟ والله انا كل الكونتنت بتاعي بينزل على الويب سايت بس، لا انا كل الكونتنت بتاعي بينزل على السوشيال ميديا والبلاتفورم، لا انا كمان بعمل بدفع فلوس علشان الكونتنت بتاعي يظهر، زي مثلا ان انا مش شرط اعمل اعلان، لا انا ممكن اكتب ارتكل في ويب سايت وادفع فلوس للويب سايت ده عشان الارتكل بتاعي يتنشر عندهم. فده ده كونتنت، ده ارتكل. تمام، ممكن مثلا نعمل كونكشن بباك لينكس ما بين موقعي وموقعك، والارتكل بتاعي ينزل عندك او نلينك ما بيننا. ده نوع الدفع. تمام، مش لازم عشان بس ما نجيش نقول ان انا ده كونتنت فازاي هدفع عليه فلوس، ده كده بقى اعلان فكده بقى كوبي والقصه دي. تمام، لا انت ممكن تكون انواع كتير، مش شرط الدفع يبقى اعلان يعني. تمام، طيب انا دلوقتي لو بكتب او بوزع محتوى، طريقه التوزيع بتاعت المحتوى ماشيه ازاي؟ هل انا بوصل للاودينس بتوعي ازاي؟ لا انا نسبه وصولي للاودينس على البلاتفورم اني. طب ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق في ملكيتي للكونتنت نفسه، ومدى ان الكونتنت ما يبقاش فيه كوبيز كتير او يتاخد منه كوبي، فيبقى انا المحتوى بيتقل نسبه الايه؟ البروجريس بتاعته، او ان هو يكون محتوى اوريجينال. ما انا لو دخل مني كوبي ودخل مني كوبي ودخل مني كوبي، فالوضع بيكون مختلف. تمام، طيب تعالى كده نشوف برضو. انا بحاول اجيب لكم كل الاخطاء والحاجات سواء في المجال سواء في العملي او في الشكل بتاع التوظيف نفسه، علشان نكون اوير باكبر قدر ممكن، او احاول الم لكم كل الحاجات اللي بنمر بيها في الماركت نفسه، عشان تبقى انت فاهم يعني، او انت تشوف كل الامور بشكل واضح. تمام، طيب تحاول تفكر بقى في نقطة بتاعة المنتج نفسه. لو انت بتشتغل على منتج وبتعمل عنه يعني خلينا نقول البحث قبل الكتابة. تمام، وانت بتعمل بحث او بتعمل سيرش علشان تكتب، ايه النقط اللي بتحكم بيها هل الكونتنت اللي انت هتكتبه هيبقى عامل ازاي، وهل الكونتنت ده موجود ومنتشر ولا لا، والقصص دي كلها؟ لازم وانت بتعمل سيرش هتسأل نفسك كده، لقيت المحتوى اللي بتدور عليه بسهولة؟ تمام، يعني انت دلوقتي وانا بدور، تمام، لقيت ان الكونتنت بتاعي لا موجود، في ناس كتير كاتبه في الموضوع ده، فانا بالنسبه لي الكلاينت هيبقى صعب ان انا اوصل له بشكل كبير، ولا لا ما حدش كاتب اصلا عن الموضوع ده، او الناس اللي كاتبه مش كاتبه اللي انا عايز اكتبه، او مش كاتبه الكلام اللي المفروض الناس بتسالني عليه، فانا هنا فرصتي اكبر. تمام، فده من الحاجات اللي الناس كتير جدا ما بتعمل سيرش مش بتاخد بالها منها، ان هو لا المحتوى اصلا مكتوب اصلا وموجود ولا لا. تمام، طيب ايه تاني؟ اصلا المحتوى ده اصلا معروض، تمام، في اي شكل؟ تمام، يعني ايه في اي شكل؟ يعني معروض، انا ممكن الاقي المحتوى بس كل المحتوى اللي موجود في الموضوع ده. تمام، يعني مثلا ازاي مثلا تطبخ مثلا قرنفل، انا مش عارف القرنفل ده بيتطبخ ولا لا، بس مثلا يعني
تمام. ده اصلا محتوى مكتوب وموجود على اليوتيوب كتير جدا، بس مش مكتوب كتكست مثلا، غير مثلا في ويب سايت معين وكاتب الخطوات بتاعته، انما كتكست مش موجود بشكل كبير جدا، تمام. مش منتشر. فهنا هنا بتشوف طريقة الكتابة قبل ما تكتب، تمام. هل انت واخد بالك من مدى وجود المحتوى على الانترنت، سواء بقى انت هتكتب في انهي حته او هتستخدم السوشيال ميديا او هتوزع الكونتنت بتاعك بشكل ازاي؟ دي من الامور المهمه جدا جدا لازم تشتغل عليه، تمام. هنا في حاجه كمان، هل مثلا لقيت مصدر ليك؟ يعني مثلا انت دلوقتي وانت بتكتب، لا انا الريسورس بتاعتي من مجله علميه اسمها كذا كذا كذا، فهل انت اصلا في مصادر علميه؟ يعني في مصادر علميه انت بتنقل منها او بتاخد منها الفكره او بتشوف منها الموضوع نفسه؟ هنا الموضوع ده بنسميه الاكسبيرينس بتاعت اليوزر نفسه، او الشخص اللي عنده تجربه مع الكونتنت وعمل سيرش عن الكونتنت نفسه. فهل الكونتنت ده، موجود اصلا؟ الكونتنت ده موجود ولا لا؟ تمام. فهنا انت بتفهم طبيعه الكونتنت نفسه وتشوف هل الكونتنت ده بالنسبه لك مظبوط ولا لا، تمام. طب طبعا ده بتحدده بناء على ايه؟ عن إيه؟ طبعا الايه، الاجزاء اللي احنا ايه اشتغلنا عليه، طيب، او الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه. طيب بعد ما بتحدد الكلام ده وانت بتكتب الكلام ده، طبعا بتراجع بقى النقط دي وتشوف هل الكونتنت موجود ولا لا، طبعا هكتبه بأي طريقه والقصص دي، تمام. طيب دي كده النقط اللي احنا المفروض، او اللي انا المفروض كنت عايز اوضحها، واللي ناس كتير مش في الكونتنت بتغلط فيها، وفي ناس مش ممكن ما نقولش كتير، ممكن نقول حاجات صغيرين. يعني التنظيم بتاع المحتوى بيسقط فيها مع ناس مختلفة، وبنشوف هل الكلام ده طبعا من الحاجات المهمة جدا انك مش بتتابع المحتوى في السوق، تمام. انا دلوقتي بكتب عن القرنفل، زي ما احنا عمالين نقول القرنفل ده، مش عارف ليه القرنفل، بس مثلا احنا بنكتب عن الموضوع ده، تمام. طب هل الموضوع ده اصلا بالنسبة لي، هل الموضوع ده بالنسبة لي وانا بكتب عنه موجود اصلا ولا لا؟ وبتابع اصلا بقى الموضوع ده ولا لا؟ يعني انا اصلا متابع بقى الناس اللي بتكتب كلها والكلام ده ولا لا؟ طب انا هتابع ازاي او كده؟ لا، في مواقع كتير مختلفة تقدر تعمل سبسكرايب عليها وتحط فيها المواقع اللي انت محتاج تتابعها. والله انا محتاج اتابع الموقع ده، اي ارتكل ينزل منه ابعته لي، تمام. اي ارتكل يجي منه ابعته لي، تمام. حاجة كمان من الحاجات المهمة، انا بحاول اقفل بسرعة عشان نلحق نتناقش ونتكلم بقى ونشوف النقط اللي احنا محتاجين نتكلم فيها. حاجة كمان مهمة، مشاركة المحتوى نفسه، تمام. هل انت بقى بتشارك المحتوى؟ شارك، تمام، المحتوى مع ناس تانية، يعني اكتب في جروب مختلف، اكتب في موقع تاني، اكتب في جروب تاني، تمام، وما الى ذلك، تمام. ناس كتير مش بتفكر في الحتة دي، اللي هو لا انا هكتب، طب انا هعمل صفحة واكتب فيها او اكتب في جروب حد وما الى ذلك، فمش بيشتغل على النقطة دي بشكل كبير، ان هو يبتدي ان هو يكتب لي الكلام ده، تمام. طيب خلينا بقى يعني نتناقش شوية ونشوف طبيعة طبعا البلاتفورم، وهنتكلم في كام حاجة تانية، بس خلينا كده نتناقش شوية ونشوف نشوف نقدر نتكلم ازاي. خلينا كده نشوف في أسئلة أصلا جاية في ال في أسئلة في الشات هنا في زوم، فخلينا نشوف. طيب طيب دلوقتي السؤال بقى، دلوقتي الفرق، لو حد عنده سؤال يفتح المايك، اوكي. طب دلوقتي الفرق ما بين الفيسبوك بوستز والارتكل والسكريبت واضح نوعا ما، لكن ايه اللي ممكن ما يقفش ما يكونش واضح؟ واضح هي طريقة تعديل اللي ممكن تتم على بوست فيسبوك عشان يكون مناسب للانستجرام، وايه شكل المحتوى اللي ينفع لتويتر ولما يجي نرفعه فيسبوك نعمله معالجة. بص اقول لك على حاجة، حاولي تكون الكونتنت اللي بتكتب، تمام، يكون مناسب مع كل الجوريزم لكل بلاتفورم، تمام. ودي ممكن نعرفها منين او نرجع لها منين؟ لطبيعه البلاتفورم نفسها. حاجه من الحاجات اللي بقيت
اوجه ليها الناس بشكل كبير الفتره دي، ان هو ارجع للبلاتفورم نفسها. يعني مثلا انا دلوقتي محتاج اعرف طبيعه الكونتنت اللي هينجح على انستجرام، وازاي اعمل كونتنت واحد واعمل منه فيرايتي كتير. ده ممكن مثلا نعمله ازاي؟ انا هكتب تكست، اوكي؟ طب التكست ده المفروض مثلا هكتب تكست وعليه صوره، حلو. طب التكست ده الصوره لازم تكون كويسه جدا جدا جدا، واي حد يشوف الصوره من غير التكست يكون مناسب ليها. وكمان هبتدي اشوف ان التكست اللي يشوفه من غير الصوره يقدر ان هو يفهم، وهاخد الكونتنت ده احطه على فيسبوك واقطع منه الكلام المناسب اللي اقدر اعمله جنريشن و اعمله جنريت واطلعه على تويتر، وانا انشر نفس الصور دي او نفس البوست ده على انستجرام، والصوره هتشد الناس. فهنا انا بدات اطلع ديفرنت كيسز من البوست نفسه. ما قدرتش اعمل ده، يبقى انا هضطر ان انا اكتب طبيعه كونتنت مختلفه. عملت فيديو، هقدر ان انا اقطع الفيديو في حتت صغيره وابتدي انشره على مثلا فيسبوك بشكل كبير، وعلى انستجرام كريلز وما الى ذلك. تمام، الحاجات دي من الحاجات المهمه. تمام، لو انا يعني لو الفكره وصلت لك، اوكي، في عندك مشكله ممكن تسالي او تقولي لي ان انت الدنيا بالنسبه لك مش واضحه يعني. طيب، هو كويس ان استخدم تولز تكتب لي المحتوى؟ بص، هو كويس ان انا اكتب لي تولز، بس لازم ان انا تشيك. تمام، التولز بتشجعني على ان اطلع افكار، لكن التولز مش دايما هتديني الكونسيبت بتاع الفويس. يعني ان انا اكتب محتوى يتوافق مع الـ الكلام او الكونسيبت او طريقه التفكير بتاعه الناس، ده بيبقى شيء صعب. تمام، يعني مثلا ممكن الكونتنت يتشاف عادي جدا جدا، واطلع منه من على ما استخدم الاي اي واطلع كونتنت، لكن في الاخر ما يطلعليش نفس الفويس توني اللي انا محتاج. مش هتكلم بالعاميه المصريه، مش هتكلم باللهجه الخليجيه. تمام، ممكن اطلع ده، بس لازم انا اراجعه واتشيك واتاكد ان انا ماشي صح، وان الكونتنت ده كويس ولا لا، واطلع منه. انا هو كويس ان انا استخدم التولز، بس مش ان هي تكتب لي الكونتنت 100% يعني. تمام، طيب خلينا كده نشوف في questions تانية ولا لأ. تمام، طيب، طب في أمثلة لتولز؟ أوكي، تولز ممكن، لأ في أمثلة كتير، ممكن أبقى أحط لكم اللينكس بتاعتها في الكابشن بتاعت الفيديو ده لما ينزل، مفيش أي مشكلة. تمام، طيب خلينا كده نشوف في أي حد عنده سؤال تاني؟ أنا يا محمود، السلام عليكم. ازيك، عاملة ايه؟ الحمد لله، الحمد لله. كنت عايز أسألك لو سمحت، لو نفس البرودكت أنا هحطه على السوشيال ميديا وهحطه على الويب سايت، إيه الفرق يعني أكتب هنا المحتوى إزاي وهنا المحتوى إزاي، ولا ممكن عادي هو نفس المحتوى على الاتنين؟ طيب، هو انت بتتكلمي، بص، الفرق ما بين المنتج نفسه، هل انا هنزل المنتج عشان اعرف الناس بيه، ولا انزله كاي كوميرس وابتدي ان انا اعرف وابيع؟ يعني هنا الاوبجكتيف ايه بالظبط؟ اكيد بيع. طيب، انا هبيعه. طب يبقى انا على الويب سايت لازم احط ديسكريبشن بشكل يتلائم مع الويب سايت. على الفيسبوك لا، بكتب المحتوى بطرق مختلفة، زي ان انا اتكلم عن كل فاريتي لوحدها او كل ميزة لوحدها، هتكلم على ان هو في خصم مثلا لمدة، مثلا خصم فلاش باك لمدة يوم، ابتدي اجيب ريفيوز عن الناس. انما لو انا بعرض الكونتنت بتاعي على الويب سايت للمنتج، فهنا لا، هنا بشتغل على ان انا اطلع المنتج نفسه وبالديسكريبشن بتاعه، مش ان انا اطلع المنتج اكتب عنه عادي بشكل حر. انت فاهمه؟ يعني على البلاتفورم، على الويب سايت بيبقى الموضوع مقيد شويه، انا بكتب ديسكريبشن ملتزم بيه عشان اطلع الشرح، وممكن احط ريفيوز وخلاص. تمام، واحط بقى عمليه الدفع والقصص دي. تمام، انما على السوشيال ميديا لا، انا بماركت ليه. تمام، ببتدي اسوق ليه واكتب بشكل حر، زي بالظبط كده لو انا فاتح ستور وعارض في الفاترينا، لا انا عارض البرودكت بتاعي بما يتناسب مع الفاترينا. انما انا ممكن بقى اعمل بقى يافطه كده جانبيه، اكتب عليها عروض النهارده، اكتب فور سيل، اكتب ايا كان بقى اللي هكتبه، انما الفاترينا هي بالنسبه لي ثابته يعني. فاهمه؟
طيب يعني انت عمال تكرر كلمة توثيق توثيق، يعني ايه توثيق المحتوى؟ بص، توثيق المحتوى هنا ان انا اكيد اعمل دوكيومنتيشن. بص انا هحاول ابسطها، يعني اخد مثلا البلان مثلا اللي انا عملتها في شيت الاكسل ده واخليها عندي واحتفظ بيها. ده حته توثيق بشكل بسيط، ان انا اخلي عندي نسخه من المحتوى اللي انا كتبته. النسخه دي مكتوبه او متاخده سكرين او ايا كان، المهم ان انا يكون عندي نسخه من كل المحتوى اللي انا بكتبه. اه ده هيفيدني بعدين في ايه قلت لي؟ هيفيدني في ان البراند نفسه اقدر اطلع له افكار مختلفه، دي اول نقطه. تاني نقطه ان انا في الاخر اقدر احسب ان انهي كونتنت ناجح وانهي كونتنت مش ناجح، ابتدي اقارن ما بين المحتوى اللي انا كتبته قبل كده والمحتوى دلوقتي وصل لحد فين، ابتدي ان انا اراجع المحتوى ده واطلع منه افكار مختلفه، ابتدي ان انا اخد الكونتنت ده واطلع نفس الكونتنت بس بنوع مختلف. يعني انا لو كاتب تكست ابتدي او كتابه، يعني ابتدي احولها ان هي تبقى فيديو. لو انا كاتب عامل كونتنت سكريبت مثلا، اقدر اقطع منه حته واعملها ريلز صغيره على انستجرام وما الى ذلك. فاهمه؟ طيب كان في الحد يعني اللي هو ماسك الشغل عندي فبيقول لي بما ان انا لسه براند ناشئ، فبيقول في بداية كل بوست مثلا منتجنا مثلا مع براند كذا 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 وفرنا لك كذا كذا، فكان عمال يكرر نفس يعني نفس التكست دي، عمال يبدأ بنفس البداية. فأنا بقول له أنت ليه بتبتدي كده؟ ليه ما أه. بندخلش في الميدز على طول؟ يعني مثلا إيه لو أنت مريض كذا كذا أو لو أنت كذا، أنا في دماغي أه. كده، أنا رأيي كده إن أنا أبتدي بالنيد. هو لا بيقول لي لا أنت عشان براند ناشئ فإحنا لازم نتكلم، أنا الأولوية عندي دلوقتي إن الناس تعرف البراند بتاعك انت. بس الكلام ده كان في اول رمضان، دلوقتي لما الوقت اتاخر وانا خلاص انا عايزه ابيع، قلت له سيبك من الكلام ده، انا مش مهم حتى الناس تعرف اسمي، انا المهم ان المنتج الاول يتباع، وبعد كده الناس لما تحس ان احتياجاتها عندي هي بعد كده هتبص على البراند اسمها ايه. فهل انا كده صح في وجهة نظري ولا هو اللي صح؟ بص، هو الفكره مش عمليه انت صح وهو صح قد ما الفكره ان المفروض يكون في بلان واستراتيجي متفقين عليها، والاستراتيجي دي محطوط لها كي بي ايز. لو ده معمول مش هيحصل القصه دي اللي انت بتحكيها دي. فلازم يكون محطوط ان انا البراند بتاعي او انا هشتغل الشهر ده محتوى 1 2 3 4، والبوستز اللي هتنزل 1 2 3 4 والاعلانات اللي ويكون الكلام ده دوكيمنت. عشان كده كنت لسه بقول لك الكلام لازم يكون كله مكتوب، انما الشغل سوري يعني البقيه ده ما بيجيبش نتيجه خالص. تمام؟ فانا لا، انت اصلا من الاول عارفه ان خلال شهر رمضان هنعمل كل ده. تمام؟ فما نجيش في نص رمضان تقولي انا عايز ابيع، الا بقى لو احنا متفقين على يعني ان انت عايزه تبيعي، ولو انت هتبيعي بقد ايه وهتكسبي قد ايه وهنصرف قد ايه. بس انا ما حسيتش خالص ان المحتوى بتاعه بنفس، يعني لما انا غيرت المحتوى انا اصريت ان انا لازم اغير المحتوى بالطريقة اللي انا عايزاها دي، ولما غيرت المحتوى بالطريقة دي فرق مع الناس، طيب فرق خلاص، يبقى حلو جدا. يبقى احنا هنا وصلنا لنقطة، نجيب المحتوى القديم ونجيب المحتوى الجديد ونحط الاثنين قصاد بعض، والهدف اللي احنا حاطينه من الاثنين ايه، ونبتدي نقارن ده بده ونبتدي انهي افضل نبتدي نطور فيه ونطلعه للناس. بغض النظر بقى عن طريقة الكتابة او مين اللي كاتب، انا بتكلم دلوقتي عن طبيعة المحتوى، مش بتكلم على انت اللي كاتبه او اللي كاتبه، بتكلم دلوقتي على الكونتنت نفسه. نجيب القديم اللي ما اتفاعلش عليه الناس او اتفاعل عليه، ونشوف النسب والفرق ايه، ونقارن الوقت ونقارن نوع الكتابة ونقارن الفويس اللي اتكتب بيها ونقارن الصور ونطلع كل الفروقات ما بين الاتنين ونشوف انهي افضل ونبتدي نكرره ونطور فيه. طيب هو بالنسبة له الفيس والإنستا بيكتب نفس المحتوى بالظبط كوبي بيست، وهل ده مش حرفية طبعا صح كده؟ هو بصي، هو هي استراتيجيات، احيانا بننفع كده واحيانا بنعمل كده، لكن في هنا سؤال، هل الاوبجيكتيف من الاثنين واحد؟ دي اول نقطه. الهدف من ده من الاثنين واحد؟ دي اول نقطه. ثاني نقطه، انستجرام انا معتمد على الصوره بشكل كبير وتقدر تجذب الناس لو ما بصيتش للمحتوى. يعني مثلا هجيب الصوره، هل الصوره دي تتماشى مع الانستجرام اصلا ولا لا؟ وهل هتوصل الرساله اللي انا محتاج اوصله منها ولا لا؟ لو ده اوكي خلاص ينفع ان انا اشتغل بنفس الطريقه. لو مش هينفع يبقى انا لازم اغير المحتوى بتاع انستجرام بشكل كبير، لان المحتوى مختلف. دي حاجه كمان كنا بنقول من شويه، ان انا لازم اشوف الاولوجرام وانا بقارن او بكتب محتوى ليه علاقه بكتب محتوى ليه علاقه بالبلاتفورم نفسها او ليه علاقه بالاودينس ينجحهم ويوصلني ليهم وكده. لازم انا اشوف القوانين بتاعت البلاتفورم اللي انا بشتغل عليها، الاولوجرام بتقول ايه. فهنا انستجرام بيقول ان افضل حاجه ممكن توصل لي هي الريلز،
تمام. طب انا ليه انزل صور بقى هنا هي نفس اللي بصورها هنا؟ طب انا ممكن مثلا البرودكت بتاعي اصوره صور عاديه جدا، فيديوز بسيطه، وابتدي انزل ريلز بشكل كبير جدا جدا، واستعمل الهاشتاجات عشان اوصل بشكل اسرع من الصور. ايوه كنت عايزه اسالك على الهاشتاجات. انا اتكلمت في موضوع الهاشتاجات دي، قال لي على فكره ما بتفرقش خالص موضوع الهاشتاجات ده، هل ده صح ولا غلط؟ لا الهاشتاج بيفرق طبعا، مفيش حاجه اسمها كده. بغض النظر بصي اقول لك على حاجه، يعني ماليش دعوه بيه هو، انا بتكلم في الكونسبت نفسه عشان بس ما نغلطش في حد. انا بتكلم في الكونسبت نفسه بتاع الهاشتاج. لا الهاشتاج بيفرق طبعا، فيس وانستا. بيفرق فيس وانستا وتويتر، بس بنسب متفاوته. لو خدناهم نسب فاحنا عندنا تويتر انستجرام وفي الاخر فيسبوك. طيب يعني اصل انا حد قال لي ان الهاشتاج بيقلل نسبة وصول البوست في الفيسبوك، هل ده صح ولا غلط؟ ده اي كلام بيتقال من وجهة حلو. نظري، يعني ممكن، يعني انا من وجهة نظري ده اي كلام بيتقال، مش حاسس ما كده. ماشي كده، شكرا ليك يا محمد. العفو. تمام خلينا نشوف كده المسج، لو حد عنده سؤال برضو زي ما احنا عارفين يفتح المايك. طب في امثله لتوتس او خلاص هحطها لكم ان شاء الله في الكومنتس. الفيسبوك هل في عدد حروف معينه لازم التزم بيها المحتوى يكون بشكل طويل؟ لا لا خالص ملهاش علاقه يا محمد. انا ممكن اكتب تكست كبير جدا عباره عن قصه الاقي الناس اتفاعلت معاه بشكل كبير جدا، وممكن اكتب سطرين الاقي الناس اتفاعلت معاه برده بشكل كبير جدا، ملوش علاقه، او العكس تمام، على حسب طبيعه الكونتنت نفسه وبيلمس الناس ازاي. تمام محتاج اعرف انسب طريقه لكتابه المحتوى على كله. بص اقول لك على حاجه يا احمد. العفو يا محمد، تسلم. بص يا احمد، المحتوى العقاري ده اصلا بغض النظر عن ان هو من وجهه نظري حاجه تشيل تمام، لكن هو لازما اول رول فيه نعتمد على ان احنا نخفي حاجه من الثلاثه. احنا المحتوى العقاري بيعتمد على اساسيات المساحه قد ايه والتقسيط قد ايه والسعر كام. فانا لازم تمام، فانا لازم اخفي حاجه من الكلام ده تمام، لازم اخفي حاجه من الكلام ده، لازم نخفي قطعه من الكلام ده عشان الناس تبتدي تتفاعل معايا. دي نقطه. النقطه الثانيه، الصور بتفرق بشكل كبير جدا جدا، وكل ما كانت في الطبيعه كل ما كان الموضوع احسن تمام. يا لو انا حاطط صور طبيعيه من المكان ده بيفرق كتير جدا جدا مع الناس، وده اللي بيخلينا ناخد قرارات معينه في بعض المشاريع. انا ليه اختار المشروع ده عن المشروع ده؟ فمن القرارات المهمه جدا في اختيار المشاريع هل ليه صور اصلا حقيقيه على الارض ولا لا. تمام. طيب نقطة كمان، المحتوى لازم يكون مختلف والهيدلاين بتاعه يشد جدا جدا جدا. يعني مثلا لازم يكون في المحتوى بيتضمن مثلا بدون فوائد على مش عارف كام سنة مش عارف ايه، الهيدلاين مهم جدا 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 تمام. دي انسب طريقة. حاجة كمان، الفيديوز في الريال استيت بتختلف بشكل كبير. الفيديوز في الريال استيت مهمة جدا جدا، لان الناس بتحب تشوف الاماكن بتاعتها، تبتدي يشوف كانه بيزور فعلا المكان نفسه تمام. حاجه كمان، الفاريتي مهمه جدا، ان انا يكون عندي اكتر من اختيار، وان هو يكون عارف ان انا عندي اختيارات مختلفه يقدر يختار ما بينها. دي برضه حاجه مهمه جدا. حاجه كمان، الكونتنت لو هو فيه تراست ومعمول سجست، يعني مثلا انا لو حد رشح لي مكان، ده بالذات كمان في مجال العقارات الترشيح ده بيفرق جدا. يعني مثلا لو انا اشتغلت على ريفيوز بتاعت ناس معينه عن المكان اللي اشتروا منه، او مثلا طريقه المعامله او السداد او ايا كان، لا الوضع بيختلف بشكل كبير. فانت حاول تجمع الكونسيبت دي. حاجه كمان، طريقه الكتابه بتاعت المحتوى من الحاجات اللي بتحصل فيه بشكل مش تمام، ان انا بكتب للناس اللي بتشتري من بره مصر زي الناس اللي بتشتري من جوه مصر، كله شبه بعضه. ده غلط تمام. انا لازم بيكون عندي طبيعه الناس اللي بتشتري مختلفه، الناس اللي بتشتري من هنا غير الناس اللي بتشتري من هنا، دي ناس ودي ناس. فلازم انا اخلي بالي هل الناس اللي بتشتري دي هم اللي جوه مصر ولا بره مصر، انا بكتب لمين تمام. لان بنشوف الكونتنت خصوصا كمان بقى في دخله الصيف بقى، والكونتنت بتاع مراسي ومش عارف ايه والحتت الساحليه دي بيبقى بقى متشابه، كله شبه بعض، كله واخد نفس الكونتنت منزله تمام. فطبيعه الكونتنت كده كده بتكون الساحل والسخنه تمام، بتبقى الموضوع مختلف تمام. فانت كمان اعتمد على الارتكلز بشكل كبير، يعني الارتكلز على الويب سايت
بتبقى مهمة جدا جدا جدا، ما تعتمدش بس على السوشيال ميديا. حاجة كمان بقى، لو دخلنا في حتة العقارات، جوجل هو الكينج في موضوع العقارات، سواء كونتنت سواء اد سواء اي حاجة، فجوجل هو التوب فيه. تمام. بالنسبة للريلز، سؤال بقى يعني احمد، لو انت محتاج، لو جاوبتك تمام اوكي، لو مش حاجة اسأل يعني. طب بالنسبة للريلز، بيكون في الفيسبوك زي انستجرام، ولا بيكون المفروض مختلف وعلى اي اساس؟ بص، هو بيكون هو لان المحتوى الريلز في فيسبوك لسه مش قوي خالص. تمام. يعني الريلز في فيسبوك مش قوي خالص زي انستجرام. هو بيحاول يدمج ده مع ده، او الريلز تنزل هنا عشان يشجع على الفيديوز، لكن ما انا من رايي لحد دلوقتي ما بعتمدش على الريلز في فيسبوك اصلا. تمام. فالريلز في انستجرام ممكن يكون هو ما فيهوش اي مشكله، لكن محتوى الريلز في فيسبوك هو الاحسن يعني. انا فاهم كل ده، بس جوجل بيكون محتاج بادجت عاليه، وبتكون على حسب الشركات. بص، جوجل محتاج بادجت عاليه، لكن نتائجه عاليه. يعني مثلا انا دلوقتي صباح لو الخير اشتغل، ثمانية. انا سامعك طيب، أنا أحمد طيب، وأنا ميت يوتيوبر ريل استيت بقالي 4 سنين. على حلو. الموضوع بتاع الكونتنت ده، أنا كنت معتمد على التارجتنج أودينس والبايب بيرسونال، فكانت بتجيب معايا نتائج حلوة. بس بعد الأبديتس بتاعت ميتافيرس، الموضوع اختلف تماما في التارجت أودينس. فالاعتماد كله دلوقتي بقى على الكونتنت والديزاين. وكل ما كان في أد كريتيفيتي للبروجكت نفسه، كل الموضوع ما بقى مكسب او مور مقنية بالنسبة لي، فاهمني؟ فالموضوع تمام، بقى احسن بكتير عن حلو، الاول، عشان انا ما بقاش كله شبه بعضه. انت لازم تبقى عندك الكرياتيفيتي اللي موجودة بتطلعها في الفكرة بتاعة البروجكت، سواء ديزاين او كونتنت، عشان تعرف تكتسب حتى الشريحة بتاعة العملاء اللي هتجيلك، تبقى الاي كلاس او الاي او البي كلاس اللي موجودة على الفيسبوك اللي تعرف تستهدفها، سواء من جوه مصر او من بره مصر. فطبيعي انا فاهم ان انت بتتكلم في حته ان الكونتنت ما يبقاش للمصريين زي اللي موجودين بره مصر. فانا بستهدف كمان، اللي بيخليني اعمل كده، بستهدف مثلا دول بره مصر زي الخليج، السعوديه، قطر، الكويت، الامارات. انا بستهدف الجاليات المصريه اللي موجوده هناك، وبعمل اد سيت تانيه للناس بقى بتاعت الدول دي بلغتهم هم، اللغه العربيه، ما بستخدمش اللغه العاميه المصريه العاديه. انا اوريدي انا بعمل ده كله، بس انا بتكلم بقى في الطريقه المناسبه كهيدلاين، زي ما اتكلمنا ان هو يكون لازم، حتى لو هو ممكن يبدا بسؤال او يبدا مثلا بالاوفرز ذات نفسه او باللوكيشنز او بالبيمنت بلانز اقول اللي لك على حاجه. موجوده. انت عارف بتوع السيلز اللي عندك، اه خد منهم الكويتشنز اللي بتطلع. بالظبط، انا بعمل كده. انا لازم اتعامل اصلا مع اي شركه انا موجود فيها، سواء الفول تايم او الفريلانسر اللي معايا، بقعد مع تيم السيلز بشوف منهم ايه اللي المكالمه كمان بسمعها هي بتدور ازاي ما بين السيلز والكلاينتس، بص، عشان هو اشوف الكول دي هي الكونتنت. بالظبط. هو اصلا انا بخلي الناس بعد ما بعمل الكامبين او قبلها، بوريهم الكونتنت، بوريهم الديزاين ماشي ازاي، كانهم بيشتغلوا معايا في الكامبين، عشان يبقوا عارفين هم بيتكلموا على ايه وانا كاتب ايه. ما يكتبوش مثلا او ما يقولوش للكلاينت المعلومات اللي هم دارسينها عن المشروع، لا، انا بقول لهم يتكلموا بالكلام اللي انا كاتبه عن المشروع في الاعلان. حلو لان جدا، دي شايف ان دي طريقه انسب احسن بكتير، ان هو يبقى شايف الاعلان قدام عينيه وبتكلم بناء عليه. زياده بقى المعلومات اللي بتبقى جوه بقى في الانفنتوري، او اللي هو الحاجه الكريتيكال قوي بالنسبه للسيلز وبين الكلاينت، ان هو هيبيع له مثلا يونت بعينها، فدي بقى حاجه بره عننا كماركتير، يعني هتبقى بين السيلز والكلاينت. انا بتكلم بقى كاعلان في بدايه المكالمه خالص، انا بكلم حضرتك بخصوص مشروع كذا والبيمنت بلان بتاعته كذا، فالحاجات اللي هي ايه البابليك اللي موجوده اللي الناس كلها عارفاها، سواء اللي شايف الاعلان والكلاينت اللي سجل، او السيلز اللي هو قاري الاعلان، فببقى عامل الكلام ده كله. بس فانا النتائج بتاعت الكونتنت والديزاين هي اللي مخلياني. الديزاين انا بعرف اعمل ديزاين كويس جدا، وفيديوز بعملها سلايدز، او بعمل فيديوز كامل مثلا وبنزل اصور بايدي، الكلام ده كله موجود. الفكره بقى كلها في الكونتنت، ان هو بيظبطش معايا. بس بص، هقول لك على حاجه. حاول تتغير التايبس اوف كونتنت نفسها. انت بتكتب طبيعه كونتنت نوعها ايه؟ من طبيعه الكونتنت اللي بكتبها العاديه، ببدا بالهيدلاين زي ما اتكلمنا، وبعد كده البودي اللي هو تفاصيل المشروع باللوكيشنز والكلام ده، وفي الاخر ببدا مثلا بمساحه او بيمنت بلان، وفي احيانا بحط مثلا توتال البادجت ليونت معينه بعينها، وفي لا، انا الاخر كول تو اكشن.
بص انا اقصد طبيعة الكونتنت، هل انت بتنزل فيديوز ريلز كونتنت تريكست؟ الكونتنت لا الكونتنت تكست عادي، فيدز وسيرش، واحيانا بنزلها ريلز. بس الريلز لما ابتدت تنزل انا جربتها مرتين ما لقيتش النتائج بتاعتها احسن حاجه، فاضطريت ان انا اوقفها. واكيد ما بعملش نفس الكونتنت للفيسبوك هو هو للانستجرام، لان الاثنين بيتعملوا من نفس البليسمنت. فبعمل لده اد سيت بخليه انستجرام بس، وده اد سيت بخليه فيسبوك بس، فالنتائج بتاعتهم بعد ما عملت كده بقت احسن شويه. هو طبيعي بتبقى احسن، لان اصلا انت كده كده اكيد عارف زي ما انت قايل الانستجرام هو بليسمنت للفيسبوك، فطبعا بالظبط النتائج بتبقى افضل يعني لو انت اشتغلت ده في الوحده لوحده. انستجرام لوحده. اه بالظبط طيب، انا فانت بالنسبه لي اتفضل اتفضل كمل. بالظبط انت حاول تاخد من السيلز نفسهم وتفهم طبيعة التكست اللي بتيجي، وحاول تكتبها زي ما هي، تمام، هجرب الموضوع ده يعني فعلا. حاول انا هبتدي تكتبها زي ما هي زي ما الكلام بيتقال. بالظبط، لان انا دي باخد حاجة. الكلام منهم، عشان كمان زي ما حضرتك قلت ان الساحل السيزون الساحل والسخنه داخل، فالناس دي اللي طالعه بقوه الفتره اللي جايه، بالظبط. فطبيعي كده انا عايز ابقى ماشي في ابقى اون تراك معاهم. تمام، انت حاول تاخد زي ما قلت لك التكست زي ما هو بيتقال، واعمل ريتارجتنج للناس دي تاني. بالظبط انا بقيت اعمل كده، ومبقتش معتمد اصلا على التارجتنج بتاع الفيسبوك، بقيت اعمل ريتارجتنج مثلا لفيديو فيوز، بعمل فيديو فيوز الاول وخليه يوصل لعدد معين واشوف هو كافي بالنسبه لي ولا لا ان انا تارجت عليه. عايز اقول لك بقى ان الريتارجتنج في جوجل يعني احسن بكتير ما ما للاسف انا ما عنديش مشكله في حته شغل جوجل، انا اتعلمت جوجل معاك وكل الاد ووردز بتاعته حتى بالكي ووردز وجوجل اد وورد انا بقيت اشتغل بيه، بس على حسب الشركات، لان الشركات احيانا بترمي البادجت بتاعتها كلها في الفيسبوك، لان يعني هي بادجت صغيره، فالبادجت الصغيره دي اكيد مش ههلكها في جوجل. ايوه الفكرة فاهم. كلها ان انا متحكم في برضه في بادجت معينة هي اللي حاكماني، فاللي هو انا ممكن اصرف على الفيسبوك واعرف اجيب منه احسن نتيجة، حتى لو الليدز قليلة بس النتيجة بتاعتها الكواليتي بتاعتها اعلى، او حافظ اه كمان على الكوانتيتي. يعني بص اقول لك على حاجه، سيبك من العدد، يعني احنا في الكلام ده ما بنفكرش في عدد، بنفكر ما في هو الفكرة الكواليتي. ماشي، احنا كماركتيرز احنا فاهمين حاجة زي دي، لكن اصحاب الشركات ما بيبصوش لحاجة زي دي، هو باصص لان الماركتير الناجح هو اللي يعرف يجيب له كواليتي وعدد في نفس الوقت. فأصحاب الشركات هم مش فاهمين حاجة زي دي، أغلبيتهم بيبقوا ناس مش فاهمة ماركتنج أصلا، يعني مش أكيد مش فاهمين، هم ما بيستخدموش التولز أو مش قاريين، أو هم شايفين بس مجرد إن الإعلان موجود وبيجيب أرقام والسيلز بيكلمهم وبيقيسوا بقى كواليتي على أساس إن السيلز عرف يقفل منها ولا لأ. فاهم الكونسبت إزاي؟ وبالذات في الشركات البروكر بتاعت العقارات، مش الديفيلوبر، الديفيلوبر الناس فاهمة شوية لان عندهم اصلا تيم ماركتنج كامل، لكن البروكرز معتمدين على واحد او اثنين، يعني واحد ميديا باير بيعمل لهم الاعلانات وينزل بوستس بص ومودريتور في حاول نفس برضو، الوقت. كنا بنتكلم قبل كده على محتوى العقارات، كنا بنتكلم في حته العقارات برضو، بنتكلم ان المحتوى لو اعتمدنا عليه اورجانيك في بلاتفورمز مختلفه بشكل فيروس بشكل كبير بيجيب نتائج كويسه، زي مثلا ان احنا بروجكت جديد ولسه طالع وبناخد البروجكت ده نعمل له جروب للكوميونتي بتاعته، يعني سكان مدينه كذا اللي هي اصلا لسه طالعه وما اتباعش منها ولا حاجه، سكان فاهم، فالناس بقى بتبتدي انترستد تجوين على الجروبز دي، وبعد ما بتجوين على الجروب دي بتبتدي ان هي كوميونتي وتكونكت مع بعضها، فانت بتكون لميت الكوميونتي كلها في جيبك اصلا، او ان انت بالظبط بتشتغل على بيجز ليها علاقه او بتسمي البيجز دي باسماء باسماء البرودكت البروجكتس نفسه احيانا، او يعني مش احيانا كمان، ده حصلت قبل كده معانا في مره ان الشركه اصلا نفسها بعتت لنا قالت لنا احنا هي حصلت معايا قبل كده مع بالك هيلز، كنت عامل مشروع وقفوا بادجت. البيج دي، ما ينفعش ان انتوا، وبقت الشركات تحط رولز في التعاقدات ان انت ما ينفعش تعمل بصفحات بيج باسم 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 البروجكت البروجكت، علشان ده كان بياخد منهم كلاينتس بشكل كبير. كبير. هي حصلت معايا قبل كده، كنت عامل مشروع بادية بتاع 6 اكتوبر لبالم هيلز وعملت كده. الماركتنج مانجر هناك كلمني وقال لي انا ما عنديش مشكله، انا عايزك تيجي تشتغل معايا بالشغل اللي هو شايفه، بس اللي انت عملته ده مش هينفع تكمل فيه عشان ده يعني غلط على سياسات الشركه نفسها. بالظبط. ف فطبيعي اضطريت ان انا اوقف الكامبين واوقف الاعلانات وشغلي كله اللي قعدت فيه اصلا فوق ال 10 ايام بشتغل فيه، فاضطريت ان انا اوقفه واشتغل بصفحتنا العاديه بتاعت الشركه البروكر. هو بتفرق بشكل كبير يعني.
وبيني فانت يعني كمان ببقى معتمد على المايند سيت بتاعت الانتاير بيرسونا، لان الاوت دور بتساعدني كتير، لان الكلاينت بيبقى شايف الاعلان بره في الاوت دور مثلا على الكباري او على الطرق، فبجيب له نفس الصور اللي هو شايفها على الطريق، ونفس البيمنت بلان، نفس الكلام او نفس الكونتنت اللي بيبقى مكتوب على الاوت دورز، لان دي حاجه متشافه بالعين الكبيره، فطبيعي هي معلمه عنده في اللاوعي. فاول ما طبيعي يشوفها على الفيسبوك او على اي بلاتفورم تانية، هو مجرد ما بيفتكر وهو عنده الانترست والباور بروسيسنج، فطبيعي هو هياخد الامبريشن بتاعه ان هو يخش يديني الرقم بتاعه ويديني الانفورميشن بتاعته كلها، واعرف انا ليد معاه المكالمه واكلمه عادي. ده اللي انا بعمله، بقيت معتمد عليه الفتره اللي فاتت دي كلها، يعني الكوارتر اللي فاتت اللي كنت شغال على كده، بس كنت بستخدم الناس او المشاريع اللي عليها لونشنج تمام بالاوت دورز بتاعتهم من بره، وبكتب الكلام اللي موجود على الاوت دورز زي ما هو، مع طبعا زياده المساحات والتفاصيل الزياده على المشروع اللي بكتبها في الكامبين. صح. فبس انا كنت يعني ده فكره انا فكرت فيها بس وانا قاعد كده، فلقيتها نجحت معايا. هي معظم الأفكار اللي بتيجي دايركت كده على الكونتنت بتكون مختلفة، وده على فكرة بيكون أصلا نتيجة تفكير كتير، بس أنت مش بتكون حقيقية، الفكرة جات في لحظتها، بس ده بالظبط، بيكون فانت نتيجة لازم أصلا تجربه. يعني نتيجة تفكير كتير ومختلف قبل كده يعني. بالظبط. تمام. طيب خلينا كده نشوف، في تقريبا أسئلة تانية. خلينا كده نشوف طبيعة عايزين الأسئلة. نتكلم عن البلوك قبل ليه؟ اي حاجه، بس نتكلم عن البلوك، البلوك كرييتيف بلوك والبلوك البلوك. عامه، عشان في المجال بتاعنا. خلاص اوكي، هنتكلم عنه. خليني بس هناخد اللي في المسج ونخش على البلوك على طول. تمام. طيب خلينا كده هنا في questions بيقول هل خلينا كده نطلع تاني. هل بنفتح نفس الريلز انستجرام؟ فيسبوك بنفتح نفس الريلز بتاعت انستجرام. طيب بالنسبه للريلز برضو، اعمل الافضل اعمله كل اسبوع ولا كل يوم، ولا الافضل يكون قد ايه؟ هو بص، مش على حسب التوقيتات، هو على حسب عدد وجود الاودينس بتوعك، وفي نفس الوقت على حسب التيست بتاعك. في بلاتفورم بتنزل 3 مرات في الاسبوع وبيعملوا نتائج كويسه، في ناس بتنزل كل يوم ما بيعملش اي نتائج. تمام. فعلى حسب الكواليتي مش العدد. تمام. فكل ما كانت الكواليتي مظبوطه، كل ما الوضع بقى كويس جدا. يعني الكواليتي بتفرق بشكل كبير، فانت لما تفكر في الموضوع فكر في كواليتي احسن او اكبر او افضل ما تفكر في الموضوع، او افضل ما تفكر في الموضوع على انه عدد يعني. تمام. طيب خلينا كده نشوف ايه تاني. طيب هل التعديل على المحتوى الاعلامي بيقلل الريتش بتاعه او بيأثر على نتائج؟ بص، هو مش هو بيبقى طبيعي بيأثر على النتائج لسبب ان بيخش اصلا ميزانيه تانيه، او بيخش منافسه مختلفه غير المنافسه اللي كان فيها، فممكن يعلى وممكن ينزل على حسب الـ الخناقه الجديده اللي دخلها. هل هو داخل على محتوى او داخل منافسه جديده كبيره ولا منافسه قليله؟ تمام. طبعا على حسب البادجت يعني. طيب هل ايه تاني؟ انا ماسك جيم صفحه وحاولت اطلب من المدربين يساعدوني يكتبوا لي نصايح للتمرين لانترفيو المتابعين، بس للاسف ما كانش فيه تعاون، فهل ينفع اجيب محتوى من صفحات الجيم الكبيره واعيد صياغه المحتوى، وكمان اعيد فكره التصميم مع المصمم اللي معانا واعيد نشره عندي ولا لا؟ بص، انت ممكن تجيب افكار من الكومباستورز، بس ما تجيبش كونتنت وتعيد صياغته. يعني مثلا هم بيتكلموا عن فكره باودر معين، او بيتكلموا عن فكره فيتامين معين وازاي تستخدمه، انت اشتغل على نفس الافكار، هات حاجات معينه مثلا خضروات ايا كان ايه هي وبتعمل فايده، ويبتدي تشتغل على نفس الكونسبت بشكل مختلف. حاول كمان ما تاخدش منهم، شوف انزل الجيم او شوف الناس اللي بتتكلم الاودينس بتوعهم عاملين ازاي، الاودينس بيسالوا على ايه، معلوماتهم ايه، القصص دي كلها. حاول تعمل اكتيفيتي جوه الجيم نفسه، ده هيفرق معاك جدا ما دام هم مش متعاونين. حاول بقى انت ايه تجري في الموضوع. امتى البوست يكون ميكس عربي وانجليش، او انجليش بس او عربي بس؟ وهل ده على حسب التارجت، الناس هتفهم مني ايه ومتقبله ايه وانا بتكلم؟ ممكن اكتب هندي لو هم هيفهموني عادي جدا. تمام. المهم الناس دي هتفهم مني ايه وهتتقبل مني المعلومه ازاي. يعني مثلا عندنا في مصر في ناس بتفهم لغه عربيه فصحى، وفي ناس بتفهم لغه عاميه، في ناس بتفهم الاثنين، بس اللي بيفهم الاثنين هو ما بيفضلش ان هو يقرا البوست بلغه عربيه فصحى، فخلاص هو بيفضل ده وبينتر بينتراكت مع ده. طيب وهل مثلا لو
تارجت مدينتي التجمع زائد اكتب انجلش بس. لا مش شرط على فكره، في تجمع ومدينتي وزائد ناس بتقرا عربي عادي جدا، ما فيهاش ملهاش علاقه، وطبعا على حسب المنتج نفسه يعني. تمام. طيب خلينا كده نشوف بقى في حاجه تانيه ولا نخش على البلوك. بص موضوع البلوك ده انا من رايي انه السبب الاولاني فيه ان انا مش بقرا كتير في الاندستري، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه، مش واخد قدر كفايه من المعلومات اللي تقدر تديني افكار مختلفه. دي اول نقطه. تمام خلينا كده يعني نكتب في الموضوع ده. تمام. طيب انا محتاج اعمل ايه بقى يعني في الحته دي؟ محتاج اقرا في المجال كتير. انا بكتب عن عقارات اقرا في العقارات، بكتب عن مش عارف ايه اقرا في المجال، دي حاجه. حاجه تانيه محتاج بقى غير ان انا اقرا في المجال اقرا اصلا. تمام. والقرايه دي مش شرط ان انا اجيب كتاب واقعد اقرا فيه او افتح مقالات واقعد اقرا، لا ان انا اغذي عقلي بالمعلومات. تمام. محتاج اشوف، بلاش مش هكتبها اقرا، احب او محتاج ان انا اشوف. تمام. مجتمعات مختلفه. تمام. يعني ايه مجتمعات مختلفه؟ يعني انا اشوف ناس بتتكلم عن نفس الموضوع بس في مجتمعات مختلفه، في اوروبا، في اسيا، في اي حته تانيه. ده ممكن اجيبه منين؟ احيانا كنا بنشوف طبيعه الكونتنت من سناب شات على حسب اللوكيشن. مره من المرات اشتغلنا على ده، ان احنا محتاجين نشوف افكار مختلفه في دول مختلفه، دخلنا على سناب شات ودخلنا على اللوكيشن، ومن اللوكيشن شفنا الفيديوز اللي نازله، طبيعه الناس عامله ازاي، ناخد افكار مختلفه، القصص دي كلها. تمام. وده كان من ضمن الناس نفسه، او كمان بناخد من الطرق. يعني احنا مثلا كان عندنا كونتنت هيتكتب عن دول، عن مكان في فرنسا معين، وجبنا المكان على سناب شات وشوفنا طبيعه الناس هناك عامله ازاي عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم مين. تمام. فدي من الحاجات اللي المهمه. تمام. انا محتاج اشوف مجتمعات مختلفة. تمام. طيب انا ايه اصلا سبب البلوك ده؟ ان انا مش عندي كم معلومات اقدر اطلع من، ما عنديش بضاعة في دماغي اقدر اطلعها ابيعها، فانا محتاج ان انا اعرف كتير واشوف كتير. ها كمان اشوف المنافسين والعملاء. تمام. طبعا جو ان انا اقعد مع نفسي وافصل واروح في حته تانيه وارجع في حته تانيه، ماشي، ده ما فيهوش اي مشكله، او الكلام ده انا ما عنديش فيه مشكله، لكن انا محتاج اتثقف عشان اقدر اطلع. تمام. طب الناس اللي بتكتب بقى كتب كتير ومش عارف ايه والكلام ده كله، ده بيقضي الوقت اللي ما بيكتبش فيه يقرا فيه علشان يطلع معلومه يقدر يفهمها يقدر يكتب عنها. تمام. فانا محتاج اقرا في المجال كتير. تمام. محتاج اشوف مجتمعات مختلفه، محتاج اشوف المنافسين والعملاء، محتاج تمام اعيش التجربة بقى. تمام. يعني ايه اعيش التجربة؟ يعني انا بكتب عن مطعم، تمام، او بكتب اروح اكل هناك اشوف الوضع عامل ازاي، اعيش مع الناس اللي عايشة هناك اشوف الدنيا ماشية فيها ازاي، بكتب في جيم اعمل ايه عنده اشتراك او ان انا اشوف الناس هناك بتتعامل ازاي او بتعيش ازاي. وانا في الجيم مثلا لقيت ان في واحد هبط مرة واحدة، تمام، وتاني يوم لقيت في واحد برضه هبط مره واحده، مره واحده كده هبط وقعد على جنب. طب ده ايه سببه؟ اه ده سببه كذا، خلاص يبقى انت متهبط، عشان ما تهبطش في الجيم اعمل كذا كذا كذا. فانا محتاج ان انا اعيش الكونتنت. تمام. يعني انا محتاج اعيش الحاله نفسها علشان اقدر افهم. طب انا لو بكتب عن حاجه مثلا زي العقارات، فانا محتاج اطلع عنها افكار مختلفه او اطلع عنها محتوى مختلف، اعيش مع الكلاينت نفسه. انا دلوقتي في كلاينت هيستلم الوحده بتاعته او يبتدي يشوفها، هيمضي العقد، اشوف كده رياكشنات الناس عامله ازاي، وابتدي اعيش مع الاودينس. تمام. يعني اعيش التجربه مع العميل ومع المنتج. تمام. انا لو مش فاهم الكلام ده او مش عارفه مش هيقدر، مش عندي اكسبيرينس كتير. حاجه كمان بقى اشوف، تمام، المكملات. المكملات بتفرق جدا. مكملات يعني مثلا انا ببيع عقارات او بشتغل في العقارات مثلا، فانا محتاج اشوف الراجل اللي بياخد العقارات ده بيدور على ناس تعمله ديزاين للوحده اللي هو اشتراها. طب قبل ما بيشتري بيكون اصلا جاب الفلوس، فالرحله بتاعته ماشيه ازاي؟ بعد ما بيجيب ديزاينر او عشان يشوف له الموضوع بتاع ان هو يشطب الشقه، بيبتدي يتابع مع الناس الرحله بتاعته عامله ازاي وايه المكملات اللي اقدر افيده بيها. يعني مثلا جيت مثلا مره من المرات عملنا كونتنت عن الديزاين، وبدانا نكونتراكت مع شركات مختلفه بتوع الديزاين عشان احنا الناس تشتري من عندنا يبتدوا ان هم يخلصوا لهم موضوع الديزاين، ودي كانت كامبين كويسه جدا ففرقت بشكل كبير وما الى ذلك. فدي جت منين؟ جت من المكملات نفسها، او جت من طبيعه ان انا شفت المكملات. فهنا
حاولي تعيشي التجربة، تمام، شوفي الناس نفسها اللي بيشتري بيعمل ايه، طبيعة الشراء بتاعته ماشية ازاي، التجربة بتاعته ماشية ازاي، بعد ما بيشتري المنتج بيعمل ايه، الطبيعة بتاعته بتمشي ازاي، وابتدي اطلع فاريتي مختلفة على حسب كل كونتنت. يعني مثلا انا عندي المنتج، اطلع منه طريقة استخدام، اطلع منه شكله، اطلع منه سعره، واطلع منه اوفرز، اطلع منه بعد ما بيخلص استخدامه بيعمل ايه، اطلع منه، وابتدي اطلع من كل حاجه تفاصيل مختلفه. حاجه كمان، بلاش اجمع كتير محتوى يكون كله مع بعض. يعني مثلا انا لو عندي مثلا، او واحده من الحاجات الناس بشوفها بتعمل كونتنت، لما بتاخد تيست تكتبه، يكتب كل المعلومات اللي عنده في كونتنت واحد. يعني مثلا انت دلوقتي تقدر تستخدمي مش منتج كذا علشان هتستفادي 1 2 3 4 5. طب ما انت تاخد واحد وتحطها في كونتنت لوحده، وتحاول تفصلها بشكل كويس، وتبتدي توضحها بشكل كويس. المره الجايه تكتب عن اتنين، ما تاخدش الكونتنت كله او الكابشن او الكوبي الواحده او الكونتنت الواحد، تبتدي تحط فيه كل المعلومات اللي عندك، تمام. فدي حاجات مختلفه. حاجه كمان، معظم الناس اللي بتكتب كونتنت عندها بلوك، ما بتبقاش بانيه استراتيجي من الاول للكونتنت، مش حاطه استراتيجي، عشان كده مش قادره تطلع افكار مختلفه، لان هو مش عارف هو كتب ايه، فالمفروض المره الجايه يكتب ايه، تمام. يعني اتمنى اكون اديتك افاده، او لو عندك كيس معينه محتاجه ان احنا نتكلم فيها، فدي بتبقى يبقى اوكي، يعني ما فيش مشكله لو المعلومه مش واصله بشكل كبير يعني، تمام. فدي من الحاجات المهمة في حتة البلوك يعني. طيب، دي تقريبا كده كل الأسئلة اللي جت، أو كل الحاجات اللي المفروض كنا نتناقش فيها، حتة البلوك والأمور اللي اتكلمنا عليها. هل في حد تاني عنده سؤال، أو في حد عنده حاجة محتاج يسأل فيها قبل ما نكلوز النهاردة؟ السلام عليكم. ازيك يا منى؟ صح منى؟ ازيك، عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. بس هو انت جاوبت لي على حاجات كتيرة من اسئلتي في كلامك. طب الحمد لله. في حاجة ان هو في اخر حاجة قلتها، ان المكملات بتاعة المحتوى، ان انا اشوف العميل بتاعي وكده. بس حضرتك الاول قلت ان هو ان انا اشوف نوع المحتوى اللي بيفضله العميل. هو حد سريع محتاج حاجة سريعة هتديله كل حاجة الكول تو اكشن معاها، فاهمني ازاي؟ ايوه فاهمك. طيب، فانا هديله الحاجات دي كلها، بس هو ما عندوش الوقت ان هو يرجع لي تاني، ان هو ياخد فكرة ان انا اعمل له مراحل الفانل. انا ممكن اعملها له كلها في فيديو واحد، ده اللي انا اقصده. شفت الاعلان بتاع حبيب عز الجديد، ان هو مديله كل المراحل، بص هقول لك على حاجة، هو هنا أنا بحاول أوصل له بطرق مختلفة وتكون تتناسب مع وجوده. يعني هو إمتى يقدر يقرأ الكونتنت ده، وهيقراه في وقت قد إيه؟ فاكر المرة اللي فاتت كنا بنتكلم في الحتة دي، قلت لك حاولي تدرسي الشخصية نفسها اللي أنت هتلعبي عليها. هل الكونتنت اللي أنا محتاج أوصله له هياخد مني وقت قد إيه، وطبيعة الكونتنت اللي هو هيبتدي يتلقاه، هل هو عنده وقت ان هو يقرا، تمام. طب هو مش هيقرا، طب انا ممكن اودي له ده في فيديو، تمام. طب انا ممكن ابعت له ميل، تمام. ممكن ادي له مسج هيدلاين واحده، ويبتدي هو يسال على التفاصيل، تمام. حاجه كمان، هل الكلاينت المفروض بيشتري مني هي النوعيه دي بس، مفيش انواع تانيه، ابتدي العب عليها واشتغل عليها بفاريتي مختلفه، اكيد في شرايح مختلفه. انا مسافر كذا شريحه، والكلاين اللي هو اللي انا معتمد عليه الاساسي، فهو وصلت ان كل المحتوى اللي هعمله على كل البلاتفورم فيديو مكتوب فيه تكست، بس هيختلف طبعا على حسب كل قناه، تويتر غير انستجرام غير جوجل وكده. بس هي جوجل بس اللي هتبقى تكست، صحيح. طيب بص، هقول لك على حاجه كمان ممكن تستخدميها في الموضوع ده. جوجل في الاعلانات بتاعته ما خلاش حاجه، يعني هو انت ممكن تشتغلي على هيد لاينز مختلفه، واكتر هيد لاينز انت ممكن تحطي 6 هيد لاينز كمان،
وهو يبتدي يشتغل دايناميك على انه يوجه الرساله اللي هتاثر في الكلاينت اللي بيسيرش عنك بشكل مباشر على حسب طبيعه الكونتنت اللي انت كاتباه والديسكربشن. من هنا هتقدري تعرفي انهي كونتنت بيشد وبانهي صيغه، وفي نفس الوقت هيكون في تكست صغير، وهيبتدي يعمل دايناميك ما بين الكلام ده كله، فانت هتطلعي بافضل كونتنت يقدر يقراه في اقل وقت وباعلى نتيجه. مش يعني مثلا انا دلوقتي لما اجي اعمل اعلان على جوجل بيقول لي اكتب اكتر من هيدلاين عشان نشوف انهي هيدلاين مناسب مع الناس وبيشدهم اكتر ونرشحه للكلاينت بتاعك. اوكي، فحاولي تقسمي الفاريتي بتاعتك او الحاجات اللي قادره تديها للكلاينت بتاعك في الكونتنت بتاعك كديسكريبشن وهيدلاين، تمام، بالنسبه للكلاينت، وهنا هتقدري تشوفي انهي مسج مؤثره بالنسبه ليهم وهو اللي هيجيلك. دي نقطه. نقطة تانية، ممكن تستخدمي طبيعة كونتنت مختلفة بتعتمد على الكومبيتيتورز بتوعك وتجيب الاودينس من عندهم. يعني انا عارف ان ليا منافس، المنافس ده بيبيع، طب اوكي بيبيع من ازاي؟ ابتدي بقى ابص على الناس دي الفانل بتاعها ازاي، واقول لجوجل يا جوجل هات لي الناس اللي بتجوين على على الويب سايت ده، وابتدي اوجهه نفس المشكلة. اوكي، هم عندهم حاجة زي بريتي فاوندر عندنا وأوليكس، فأنا أخدت الموقع دي وحطيتها على جوجل أدورد وطلعت منها اللي أنا محتاجاه، فدول بالنسبة لي المنافسين. بس هو المشكلة برضو إن الصور برضو بتاعت المكان جذابة بشكل واو، يعني هو تجذب حد للاستثمار في المكان ده، طيب اوكي ماشي، اللوكيشن بتاعها حلو. ايوه انا شفت اللوكيشن، انا عارف البروجكت ده اللي انت بعتي لي عليه، بس انا بتكلم في الحته دي دلوقتي، الناس دي بتعمل ايه وناجحه فيه، وانا ابتدي اعمل على نفس الكيس. فاهمه؟ أنا مش عايزة أعمل زي، أنا عايزة أعمل حاجة مختلفة عنه، ما لأن انا هقول لك على هم حاجه. المواقع دي عارضة حاجات كتير وعارضة أسعار مختلفة و طيب حطي الويب سايت، هقول لك على حاجه، حطي الويب سايت على سيميلر ويب وشوفي انهي اكتر صفحات بيحصل عليها باك لينكس اكتر، وانهي صفحات بيحصل عليها ترافيك اكتر، وابتدي خدي افضل محتوى من الحاجات دي وابتدي ابني زيه. ما هقول لك على حاجه، انت لازم تبتدي من المراحل دي ما دام انت لسه مش عارفه السكه منين. انما انا مش ما ينفعش اخترع من نفسي طريقه من لا وجود وانا مش واخد نوليدج في الحته دي. انا اوريدي حطيته على سيميلر بس عشان اعرف البلاد اللي هو بيجي منها الترافيك. تاني كده؟ يعني انا عشان اخرج البلدان اللي هم عليها ترافيك على المكان ده، ان هم بيبحثوا عن الاراضي والاستثمار في المكان ده. طيب تمام اوكي، هما بيبحثوا عن استثمار في المكان ده صح؟ اه طب ما انت معاكي النتيجة اهو، ليه ما بنشتغلش عليها؟ النتيجة، أنا تقريبا كده هو الحاجة اللي فاضلة معايا الكونتنت. طيب حلو، فاضل الكونتنت عندك، يعني عندك اكزامبلز، اتكلمي بنفس الكونتنت واعملي تيست للكونتنت باكتر من طريقة، ومن هنا هتعرفي انهي احسن كونتنت تبتدي تشتغل عليه. أوكي أنا عاملة ده كله، بس هو إيه المشكلة؟ الكلاينت نفسه، بص، حد فاهم جدا، حد صعب إن أنت تقنعه بوجهة نظرك أو بشغله كده، يعني حد لا دي مشكلة تانية وده موضوع تاني، بس يعني ده موضوع تاني ممكن احنا نتناقش فيه يعني دايركت. أنا بعت لك البلانات كل اللي أنا بكتبه هو مش مقتنع بأي حاجة من دي خالص. طب ايه اللي هو محتاجه او ايه اللي مقتنع بيه، وابتدي تشوفي ايه اللي هل هي 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 هينفع ولا لا، لو هينفع اوكي، مش هينفع خلاص هتعملي ايه؟ الرد محتاجة شغل أكتر، ايوه أكتر اللي هو ايه تفكير. بقى؟ اوكي ماشي، يعني اللي هو ايه؟ انا محتاجه شغل. ايوه اللي هو ايه بقى؟ انما الكلام المفتوح ده ما بياكلش عيش من الاخر يعني، فايه اللي هو ايه؟ انا محتاجه شغل اكتر، اللي هو ايه بقى؟ ماشي يعني اللي هو ايه؟ هو الرد الوحيد بتاعه، ايه؟ الرد الوحيد اللي بيرد عليا كده. ايوه اللي هو ايه؟ انت محتاجه شغل اكتر، اللي هو ايه؟ يعني طيب ما لازم افهم. انا اتكلمت معاه والله كذا مره وكذا رساله، وبيشوف الرسائل ومش بيرد. لما بسأل سؤال اكتر من مره، ده بيشوف السؤال ومش بيرد عليا. يعني انا الداتا كلها تقريبا في ايدي، بس ايه ان انا كتبها اوكي على ورق عندي والكلام ده كله، مطلعه كل الحاجات اللي انت قلت عليها اوكي مش مشاكل، بس هو
معرفش هو عاوز يمسك الداتا كلها في ايده، انا مش عايزه امسكها كلها لان انا مفيش حاجه ثابته بيني وبينه. هو لسه بيدرس معايا ومع اكتر من حد، واضح من كلامه ان هو في اكتر من حد معايا، فبي كله بقى بي خليني ابعت لك الحاجات اللي تعمليها، خليني ابعت لك كده اقول لك هتعملي ايه. تمام، هي كده هقول لك يعني حاولي بس ابعتي لي الكيس كامله اللي بيحصل ايه، واقول لك الاكشن اللي تاخديه ايه في الحاجات دي. خلاص اوكي تمام خلاص، تمام شكرا. العفو. اوكي تمام خلاص، ان شاء الله نتقابل يوم الجمعه الجايه ونشوف محتاجين نتكلم في ايه. اتبسطت جدا معاكم النهارده، وان شاء الله اشوفكم الجمعه الجايه على خير باذن الله الساعة 9. لو ما تقابلناش أوفلاين هيكون أونلاين، لأن غالبا بكرة أو سوري الجمعة الجاية ممكن تكون أوفلاين يعني. فإن شاء الله أشوفكم على خير سواء كده أو كده، وبالتوفيق لكم جميعا. تصبحوا على خير.